الكوره والجماهير. احنا هنا بنناقش كل حاجه. يلا بينا ماتشات زمان بتاعنا دلوقتي. ملوك الصلاه كل لحظه بتجيب كل همسه. دي الكاميرا اللي هبص لها. تاني كل اخبار الرياضه بننقل لكم كل حاجه. النشره الرياضيه هنقدم لكم الحقيقه ونكشف كل حاجه. ملك وكتابه. تاني تحليلنا مختلف جدا. هنا دي بس كده دي ما تخافش عليها. ما هنا بنحلل كل حاجه. استاد الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه في اسبوع الاحلام السعيده والاماني الغير بعيده. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بالشعر اللي انت بادئ بيه، واهلا بكم وهذا الموعد المتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابه ولحظات الميعاد. اعتقد حان الوقت، فاتت ايام كتيره جدا، مضى قطار دوري الأبطال وقرب من محطة النهاية، وبات على الأهلي والوداد النزول في المحطة الأخيرة يا باشمهندس. ربنا يوفق الأهلي إن شاء الله. كلنا طبعا مفيش حد بيتقابله في الشارع بأي انتماء الحقيقة المرة دي بجد. أي أصحاب ليا كتير الحالة، الناس عايشة حالة أصحاب ليا كتير زملكاوية شايفين إن النهاردة مصر بعد ما توصل كأس العالم لو الأهلي خد هذه البطولة الدنيا هتبقى جميله جدا. يعني فعلا احيانا تتوحد الاهداف رغم اختلاف الرؤى عندما يبقى في هدف هنقول قومي. النهارده السعاده بقت مطلب شعبي، والاهلي يستطيع ان يرسم او يكمل هذه السعاده. ومن غيره يمكن ان يرسم هذه السعاده على وجوه كل ابناء الوطن. اعتقد في كل الظروف، في اصعب الاحوال، في كل المناسبات، يبقى الاهلي دائما تاجر السعادة الأول. حلقة ترصد آخر ملامح الاستعداد، تحاول تطمين حضراتكم على حقيقة الموقف داخل معسكر الأهلي، نحاول نستجل الصورة، نحاول نقترب أكثر من هذا الميعاد المهم الذي ضربه الأهلي والوداد مساء السبت في 7 مساء في استاد الجيش المصري في برج العرب. حلقة مهمة وثرية وعنوانها الرئيسي بكل الود والوداد، الملك والأميرة في الميعاد. يا سيدي
ده الود والوداد. يا سيدي. طيب بداية كده بس في لازم الكلمتين اللي بنقولهم تعليقا على أحداث قد ما تكونش يعني مرتبطة أو بموضوع الحلقة لكن أحداث مهمة. انت ليك مقالة كانت مقالتك دايما هوامش وتفاصيل. فدي الهوامش. لا يعني الهوامش اللي هقولها التفاصيل هنخليها لبعدين. يعني حدث ان انا في ناس كتير اتكلمت. عملت حديث مع احد كبار الاعلاميين في قناة مهمة وتطرق الحديث او كان الموضوع الرئيسي طبعا الموقف العام اللي بيحدث في النادي الاهلي وقلت مجموعة من الآراء وقدم الإعلامي الكبير الكابتن أحمد شوبير يعني اقتراحا إن احنا نعمل كذا حلقة تتحدث عن تفاصيل أكتر في الموضوع الخاص بالنادي الأهلي والانتخابات. طبعا أنا قاعد قلت له أوكي وبالتأكيد وكده لكن عندما يعني رجعت وشفت العقد لقيت لا إن في حقوق وحقوق تجارية مهمة تلزم اللي عايز يعمل اي حاجه لازم يستاذن من الراعي معاه. وخصوصا عندما يتصادف ان راعي البرنامج هو راعي القناه اي برزنتيشن اي فانا يعني من هنا بعتذر للكابتن احمد شوبير وبقول او اي حد تاني لان كان في اكتر من حد عايز يعمل معايا لقاءات الفتره الجايه نظرا هما شايفين ان انا راجل عضو جمعيه عموميه وليا رأي في الموضوع فالناس في الحالة دي بتحب تستضيف بعض الناس اللي يعني ايه يتوسموا ان ليهم رأي في او رؤية في الانتخابات فأنا بعتذر لهم جميعا اللي عايز حاجة عندكم الراعي لازم نحترم عقودنا وانا هحترم هذا تماما وبعتذر لكل من وعدته بلقاء لان الحقيقة ده مش حق لوحدي اللي عايز حاجة يقدر يستأذن وأنا تحت أمر الجميع ولكن سأحترم تعاقدي دي حاجة دي نقطة نظام مهمة أوي. نقطة نظام مهمة النقطة الثانية إن تشاء الظروف وأحيانا كده يجي لك الإنصاف عن غير موعد في ظل مشكلة ده حلوة التركيبة دي لا ده مهم جدا والناس بس والله لو تسلسلت معانا لأن ناس كتير متصورة إن احنا نشكل المعارضة داخل القناة ضد المجلس وهذا غير حقيقي صحيح لاني لم نذكر ولا مره الناس باشخاصهم في اي حاجه احنا جينا نتناقش البدايه كانت لما جينا قلنا في موضوع هشام محمد والله اذا فضلوا على الضغط والابتزاز ده لان كان الكابتن اياد جلال بيطلع كل ما نتفق يعني يغالي في طلباته وقلت له يا هشام خليك مكانك وناخدك بعد 6 اشهر مجانا ففوجئت بهجوم ضاري ووصفت من استاذ اسامه خليل ان انا احد رموز العهد البائد اللي عايز يعني يفركش البيعه عشان ملوش مزاج انها تتنسب الى المجلس حاجه غريبه جدا يعني فتركيبه مش فاهمه تيجي ازاي يعني المهم يعني وانا طبعا ده كان كلامه ردا على اني بقول الاهلي مخترق والاختراق ده بيؤدي الى ان بنتهاجم ونتشتم كل رموز النادي الاهلي اتشتم فكنت بقى بستنجد بالاداره بقول لهم ما ينفعش يتشتموا هو متصور انه بيكسب ودكم من فضلكم يعني يبقى لكم كلام موقف في هذا الموضوع ما حصلش فانت بتقول الاهلي مخترق وبعدين جينا في اللائحه اتطرحت للطرح المجتمعي يعني ايه طرح الحوار المجتمعي يعني نناقشها بند مع الناس ده اللي عملناه قلنا بنتفق مع دي بنختلف مع دي بنتفق مع دي بنختلف مع دي وانا ووجهنا النصح اكتر من مره عندما حصل الصدام يا جماعه طالما ان الامر مش في ايدنا وفي الاخر هيفرض علينا شيء ما بدل ما يفرض علينا شيء تعالوا نعملها بالمسار الخلاف كان على المسار مش على لب اللائحه المسار اللي انت تاخده عشان تعتمد لائحتك خليك في مقر الإشهار وعلى يوم واحد كل الناس عملت كده كان ينبغي نعمل كده وكان ده رأيي ونصيحتي تمر الأيام وعلى لسان أحد أفراد قائمة المهندس محمود طاهر امبارح في مداخلة مع نفس البرنامج تعقيبا على كلام أنا قلته
وقال انا كنت معترض على السياسات، وانا كنت معترض، وانا واجهت المهندس محمود طاهر وما كنتش رايح وفي ذهني ان انا انزل الانتخابات، وكنت معترض وقلت له ان انا شايف ان الاهلي مخترق اعلاميا وده ما يصحش، والناس بتسيء الينا، والناس بتسب الرموز وده ما يصحش وبتسيء الى النادي الاهلي. وزاد من الشعر بيت حاجات انا ما قلتهاش وما اعترضتش عليه، تطرق الى هيبه الاهلي، تطرق الى الكوره والصفقات ثم قال وانا كمان معالجه اللائحه ما عجبتنيش. قال كل الكلام ده لحد دلوقتي، ده واحد في قائمه المهندس محمود وانا يعني في ظل خلافي معاه قال ان رؤيته كانت تتطابق مع رؤيتي. وانه ايه اللي خلاه بقى نزل في القائمه؟ ان المهندس محمود اقر واعترف بكل هذه النقاط وانها كانت خطا ووعد بتصويبها منذ هذه اللحظه. طب لما هو خلاص في اقرار، ما حدش يجي يقول لي بقى انت بتهاجم. نفس الكلام ده كان المقصود به التصويب. كان مقصود به النصيحه. مش الهجوم، وكان ممكن ياخد بيها وما ياخدش بيها من غير ما نتصنف. لكن اتصنفنا. النهارده دلوقتي بتتقال له من داخل قيمته ولقيت الترحيب. اذا اعتقد ان ده صك، مش البراءه، لان ما حدش يقدر يعني يتهمني بشيء، انما صك الاتفاق على ان كانت نصيحه مخلصه من شخص بيحب المهندس محمود طاهر. ولو كانوا تم الاستجابه ليها انا كنت شايف ان كان هيحقق مكاسب اكتر بكتير من الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. وانا بقول كده ليه؟ لان فوجئت باعلامي كبير في قناه اخرى برضو راح واخد هذا الطرح اللي انا طرحته في البرنامج المنافس، وابتدى يقول يعني لازم اخدها بدعابه والا هنخش في خناق. شكلك وحش عليا يعني. انت بتقول خارج القناه بتاعتك وبتقول هذه الرؤى، ما تقولها يا اخي في القناه بتاعتك، وشمعنا دلوقتي وشكلك كده بقى وحش يا سيدي؟ انت اوسم مني وشكلك احلى مني يا ابو شكل جميل يا مسمسم، كويس؟ من غير ما اخش في خلاف، ايه رايك بعد ما الكلام اللي اتقال وان المهندس محمود طاهر اقر بهذه الاخطاء، دلوقتي بقى شكل كويس ولا وحش؟ ولا هنسيبنا من الاشكال ونخلينا في القلوب؟ دي حاجه. مش عايز اخش مع حد فيصة يعني. لان اعتقد ان كل اللي لقحوا عليا كلام في الفترة اللي فاتت خلاص كده اقر رئيس النادي ان دي ما كانش، كانت نقط فعلا ما كانش ينبغي ان تكون موجودة، ووعد يعني بإصلاحها الموضوع مش في ووضع ووعد بإصلاحها. والعهد هنا على الناقل الذي نقل حواره مع رئيس النادي، وكانت احد اسبابه بالاقتناع بانه ينضم للقائمه لما اطمئن انه هو تفهم هذه السلبيات ووعدها باصلاحها وقرب خطاها. قال له طب انا معك نصلح مع بعض. النقطه الثالثه بقى، طيب منذ هذه اللحظه ما فيش اختراق؟ لا، ده من قبل كده بشويه في حاجه اسمها في الاحياء، علم الاحياء، البيات الشتوي. في حاجات بارية مفترسة يجي لها الشتاء تكمن، زي الافاعي والثعابين. في الشتاء من البرد تنام تتدفى تطلع وتلدع. الاعلام المخترق هو الان بتعليمات، هو في بيات شتوي لان في ظرف انتخابي يسيء به. وانا قلت كده، هذا الاعلام يسيء اكتر ما يفيد، لكن مش معنى كده انهم ابتعدوا، ما زالوا موجودين في كل واحد قاعد مكانه زي ما هو زي الفل، ولكن بيوجه رسالته من بعيد وفي حته تانية، ما بقاش في نفس المنبر اللي كانوا بيكتبوا فيه. منتظرين اللحظه، لحظه الانقضاض. فحيله ان الاعلام المخترق تخلصنا منه، ما تخلصناش منه، كويس. وفي خطوره على النادي الاهلي. ليه؟ لان انت لما تيجي تشوف اللي قاله الاستاذ عمر هريدي من العبث والترياقه والتهكم على الثوابت والقيم، بيرددوا بعض الناس اللي هو مش بس كده، ده اتهام للعيبه بالرشوه. ما هو قال لك وده نادي المبادئ، دي فضيحه. يعني وده نادي القيم الذين يتصدقون بها. واحنا قلنا احنا يجب ان يكون في قضيه مرفوعه من المجلس الاداره او اصحاب العلاقه اصحاب من هم ذي صفه
يبقى في بلاغ. يبقى في بلاغ ويترفع قضيه كمان. لان ده اعتداء على الكيان. وقلنا ان السكوت على هذا الامر لازم يتفسر. ده فيه هجوم على حد، ده احنا بننصح الاداره تاني. لان ابتدت تفسيرات مضاده تقول لك الله هو السكوت ده ليه؟ هو كان في حد بقى يعني مورط نفسه في الموضوع ده ولا ايه؟ يمكن هو في يعني في ناس بتقول لك ده عمر هريدي نفسه ضحيه لان اتقالت له بتفاصيل. لا عمر هريدي فسر ولا حد من النادي الاهلي رفع قضيه. ده موضوع غريب جدا في امر يطعن. لان ده خلي بالك مع السكوت على الامور دي يا استاذ ابراهيم، ده تاريخنا اللي هيبتدي يتزور بعد كام سنه يقول لك كان في رشوه. ايوه كان في رشوه. مش دخل جولين، كان في رشوه. ما كانوش عاملين حسابهم ان هيكسبوا سته لان المهاجمين ما كانوش في الاتفاق. هيتقال كده بعد شويه. احنا لازم الامور دي بدري بدري نخلصها، ما ينفعش السكوت عليها. هذا كلام اخر نقطه، وهي تتعلق بشخص مش هقول كان عزيز عليا، والله انا عايزه يفضل عزيز عليا لان انا زعلان عليه قوي 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 قوي، وزعلان على شكله وهو ماشي في النادي وكانه في حاله هياج مستمره وسباب لكل الناس. لكل الناس، كل ما اشوف واحد قول له فلان ابن وابن وابن كذا كذا كذا، شوف له الحرامي اللي مش عارف ايه، ده السمسار مش عارف ايه، بلغه مش عارف ايه. وبعدين يطلع في وسائل الاعلام حمل وديع، ما يقولش حاجه مني كويس، يبلغني اقول لك، ولما يقابلك ياخدك بالحوض، والعكس صحيح. وانا مش عايزه، لان تكرار هذا المود هيضعه في صوره ذهنيه عند الناس مش كويسه. في ناس بيجي لها حاجه بعد شويه. وهو رجل كان عزيز، وانا قلت انا عمري ما شفته كده. فبعت لي رساله، هو مش بعت لي رساله وما كانش فاكر انها هتوصل لي، بعت لي سبني امام ناس، بلغوني بلغوه قولوا له كذا كذا كذا. طب تسبني ليه؟ انت يا سيدي شايف ان انا مش معاك، مش مع الجهه دي، عايزه ان احنا نشتم بعض. افرض انك طب شايفني مش معاك ومصنفني، طب ما انا اقدر اشتمك لانك مش معايا. يعني لكن لا، احنا هنشتم بعض. انا مش هشتمه، عمري ما هشتمه. وهو اذا استمر يشتم قدام الناس اعتقد ان الناس هتشوفه بطريقه ما احبش ان يشوفوه فيها، لان هيصنفوه. يعني الافلام بتدينا النماذج دي كتير قوي، انا عتريس وانا مش عارف ايه وانا بعد شويه من كتر ما تعيش في المود ده تلاقي نفسك متقمص شخصيات تاذيك. فانا ارجو احنا في مرحله انتخابيه تمشي باحترام النادي الاهلي، نخرج منها ورضوا ام ما يرضوش مش هروح اسلم عليهم، حتى لو ما سلموش عليا، لو كسبانين هسلم عليهم، لو خسرانين هسلم عليهم، لان لا يوجد مبرر نخسر بعض، لان انت شايف وجهه نظر دي وانا شايف وجهه النظر دي، مفيش مبرر. انا قابلت واحد منهم فعايز يمد، رحت جايبه، قلت له احنا اصحاب غصب عنك وعني، مفيش 30 سنه هترمي عشان انت مقموص ان انا مش معاك في الانتخابات. طب ما انت كنت الانتخابات اللي فاتت مش معايا ويمكن ما ادتنيش صوتك. انا عمري ما زعلت من اللي ما ادانيش صوته، عمري اللي ما ادانيش انا بقى صوته، انا عمري ما زعلت منه. فمش عايزين نزعل من بعض، النادي الاهلي كبير عشان الحاجات دي. انا ارجو ان انا اكون غطيت النقاط دي كلها، لست على خلافا مع احد حتى لو هم اختلفوا معايا. لو تجاوزوا في حقي عشان خاطر الاهلي هفوتها، بس الى حدود، الى حدود يعني. نتمنى دلوقتي الا نتحدث في اي امر طول الحلقه مهما كان. وهتجاوز ان ما جاتلكش التذاكر الاسبوع ده بالتحديد، ولا انا ولا مش هتجيلنا بعد كده، واخد بالك؟ فبعتذر لكل واحد طالب مني تذاكر، لان هي كده الطبيعه المرحله كده. انت معايا اديك، مش معايا عمرك ما هتشوف، فخلاص مش مشكله. يعني ابتدي يسترسل، لان واحنا داخلين كان في زياره مهمه للسيد وزير الشباب الى مقر الجزيره، التقى فيها بعض مجلس الاداره، يا ريت تكلمنا عليه. النهارده المهندس خالد عبد العزيز مش يعني من ساعتين تحديدا زار النادي الاهلي، التقى مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره. زياره الوزير نفسه تحدث عنها، قال ان انا متوجه الى النادي الاهلي الان لدعم فريقه قبل خوض المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا،
وتحدث الوزير على انه عام 2017 ان شاء الله تعالى يكتمل بانجازات رياضيه كبيره بعد ما منتخب مصر تاهل لكاس العالم، يكون النادي الاهلي باذن الله تعالى خلال هذا العام متاهلا لكاس العالم للانديه وبطلا للقاره باذن الله. والوزير قال انها الزياره بهدف دعم الاهلي قبل خوض هذه المباراه المهمه. انت متخيل اهميه المباراه دي؟ انك لو كسبتها دي بتعمل ايه في العالم كله؟ لما مصر توصل كاس العالم والاهلي يوصل كاس انديه العالم، اين توضع الكره المصريه في خريطه العالم؟ شوف المكاسب التسويقيه، شوف المكاسب الفنيه. ها ولا كمان بيزيد من قيمتها ان البطوله في ابو ظبي، بطوله العالم، فبالتالي فرصه للجماهير المصريه، فرصه هتبقى اسهل. بس طبعًا. انا يا اخي كل ما احنا كل ما تروح اليابان نروحها، كل ما تبعد عن اليابان. اليابان هي بس لا، المره دي باذن الله هنروح ان شاء الله، وهنروح ابو ظبي، وهيبقى الجماهير بتاعتنا موجوده بإذن عرب الله. ومصريين ويابانيين ويابانيين باذن الله. فباذن الله لا نروح نروح. وعايز اقول حاجه من دلوقتي بقى لكل الناس، اذا كسبنا يرجع جزء كبير من الفضل للمجلس القائم، وإذا خسرنا لا يرجع لوم للمجلس القائم. مش عايزين نربط الأمور وناخدها في سكة انتخابات. خلاص؟ احنا دلوقتي كل مجلس بيكمل على اللي فيه، هو ده تداول الأجيال، ودي مصلحة الأهلي، لأن الحقيقة الفرق مش بتلعب عشان عدلي رئيس النادي ثم ما تلعبش عشان إبراهيم رئيس النادي. أو العكس، أو الكلام ده، دول بيلعبوا باسم النادي الاهلي الذي يتصادف ان يكون مسؤولا عنه في هذه الحقبه فلان، الذي يتصادف ان يكون مسؤول عنه علان، هو ده النادي الاهلي. ولذلك الكوره في معزل، اللي يجي يقول لك هو انت تتكلم وتقول مش عارف ايه، ولا تنزل تترشح، وفين المبادئ والقيم؟ طبعا عايزين اللطش في كلمه، عايزين يهيفوا قوي من كلمه المبادئ والقيم فيربطوها لك، بتقول صباح الخير فين المبادئ والقيم، بتقول مساء الخير فين بقى المبادئ والقيم اللي مالهاش اي علاقه. بدليل النهارده في ندوه في الجزيره المهندس محمود طاهر وقامته، وفي مباراه، وفي ندوه او مش في جوله في فرع مدينه ناصر الكابتن الخطيب وقيمته. طبيعه الانتخابات جت في الصدفه في الوقت ده، الناس هتقعد ما تتحركش. لا طب الكوره بمعزل عن كل الامور. صحيح. باذن الله المهندس محمود طاهر يرقص هذه البعثه ويرجع لنا بالكاس في مباراه العوده ان شاء الله. بمناسبة مباراة العودة، كان الله في عون الكابتن حسام البدري. كابتن حسام امبارح تلقى خبر من أسرته المقيمة في كندا إنه بنته زينة 17 سنة حصل لها حادث داخل مترو الأنفاق في كندا، وأصيبت بكسور كثيرة، يمكن كسر في الحوض وكسر في بعض الساق وغيره، نقلت للعناية المركزة بأحد المستشفيات في كندا. كابتن حسام طبعا كان قلق جدا جدا عليها، وشوفوا أنتوا تخيلوا أب هو موجود هنا واولاده في كندا وبنته في العنايه المركزه، وعنده مهمه ما يقدرش يسيبها، مرتبطه بيها كل حاجه، لا يقدر يسيبها ولا ينفع يستاذن ولا يقدر يغالب مطلوب يركز شعور ومشاعر والام الاب. مطلوب يركز يا ابراهيم، ومطلوب يركز. كلمته النهارده الصبح الحقيقه، طمني ان الحاله الحمد لله بتقترب شويه من تجاوز المرحله الخطره، لكن تركيزه كله في المباراه برضه. يعني حتى اللعيبه والجهاز لما بداوا ينشغلوا ويسالوه ايه الاخبار، قال لهم يا جماعه خلاص اللي فيه الخير ربنا يكتبه، بس خلينا نركز في الشغل وفي المباراه. حاولت انا اتصل بيه والله امبارح والنهارده ما عرفت. انت كنت اكثر مني حظا انك عارف يرد عليك، وبعد كده قفل تليفونه الصبح بدري. قفل تليفونه. فمن هنا بقول له حسام، مش انا بس، مصر كلها والله لما تفتح الفيسبوك هتعرف انك ليك قدرك. سيبك بقى من الهزار اللي كان بيتقال، قدرك عند جمهور الاهلي وجمهور مصر عالي جدا يا كابتن، كله بيدعو لك وبيدعو لبنتك بالشفاء. والخبر الجميل انا سمعت انها خرجت من الانعاش، فدي علامه مؤشر. طب يا رب بقى العلاج الطبيعي والحاجات دي بتاعت الكسور، هي سنها صغير باذن الله تلتئم بسرعه ان شاء الله ويطمئن اليه ان شاء الله. الاهلي كمان خاض مرانه الرئيسي على الملعب الرئيسي في برج العرب في الاسكندريه من خلال المعسكر اللي بدا من صباح اليوم، وبيستعد فيه الكابتن حسام لوضع اللمسات النهائيه الاخيره والمهمه. يمكن دي بعض اللقطات من احد التدريبات، ده التمرين الاخير امبارح
قبل الفريق ما يسافر للإسكندرية، والكابتن حسام خفض الحمل التدريبي الخاص باللعيبة عشان خلاص دخلنا في اللحظات الأخيرة من المباراة، وأيضا كابتن طارق سليمان قاد الثلاثي الحراس في تدريبات جادة وشاقة. شفنا الشريف إكرامي في أفضل حالة، وشفنا الشناوي، وشفنا أحمد عادل عبد المنعم، والثلاثي بحالة جيدة إن شاء الله تعالى، والحالة تكون بالنسبة لكل اللاعبين مطمئنة إن شاء الله يا باشمهندس. بكل الود الأهلي استقبل بعثة الوداد البيضاوي المغربي، البعثة وصلت امبارح، أقامت في الإسكندرية، وسعداء بحالة الترحاب اللي لقوها من النادي الأهلي، والحقيقة لا ده جديد ولا ده إضافي عن المطلوب من الشقيق تجاه أشقائه. الأهلي لما يستقبل النجم يستقبل الترجي يستقبل الوداد يستقبل أي فريق عربي، فالمؤكد أن كل الأشقاء العرب مرحب بهم دائما في مصر مهما كانت المنافسات، مهما كانت طبيعة المرحلة، مهما كانت قوة الصراع على البطولة، يبقى الترابط العربي هو الأساس، وتبقى المنافسة الرياضية نزيهة وشريفة يا باشمهندس. بإذن الله المغاربة والأشقاء في الشمال الإفريقي بيحبوا المصريين. صحيح. والمصريين بيحبوهم وبيحترموهم. صحيح. وفي المنافسة أنت هنا بيبقى أخوك، لا يشاطرك نفس الانتماء، وفي نفس الوقت هو أخوك وأنت بتحبه، لكن ساعة الكورة تغيظوا بعض. طبعا. فأي كلام يحدث، مناوشات إعلامية في مدرجات بتاع، لن تفقد للود قضية مع الوداد. الوداد اسمه الوداد لأنهم بيحبوا أم كلثوم وسموها الوداد، الفيلم على الفيلم الكبير اللي يعني انطلق أثناء اجتماع ليهم، وهم بيحتاروا على الاسم فسموها الوداد. في إيه أحلى من كده بقى؟ ده منتهى الود. منتهى الود. الأهلي تقدم للتصنيف أو في التصنيف العالمي للأندية للمركز الثلاثين بين كل أندية العالم، وفي مقدمة الأندية المصرية والعربية والأفريقية بالطبع. الأهلي جه تقدمه بعد الانتصارات اللي حققها في الفترة الأخيرة. في الترتيب تقدم الأهلي على أندية عالمية كبيرة مثل ليفربول الإنجليزي وريال سوسيداد الأسباني وشالكة الألماني ولازيو الإيطالي وبورتو بنفيكا البرتغاليين. الترتيب بتتصدره الكرة الأسبانية، الريال وبرشلونة في صدارة هذا التصنيف، والأهلي يبقى هو العربي والأفريقي الأول. بالإشارة للمهندس عدلي قاله عن موضوع اللائحة وموضوع الانتخابات، الأهلي بيدرس الانسحاب أو عدم الاستمرار في الدعوة اللي أقامها قدام مركز التسوية التابع للجنة الأولمبية بشأن عدم اعتماد لائحة النادي وقرار اللجنة الأولمبية باعتماد اللائحة الاسترشادية، والنادي بيبحث أو بيدرس عدم الاستمرار في القضية وسحب المذكرة والتفرغ للمسار اللي ماشي فيه النادي الأهلي، وهو عقد الجمعية العمومية يوم 30 نوفمبر إن شاء الله، ثم المجلس الجديد يكون له حق دعوة الجمعية العمومية لإقرار لائحة نظام جديدة. بس الأهلي عشان يعني الناس تفهم الموقف صح، هو الأهلي انسحابه هيكون انسحاب الغاضب، مش يعني بيلم المسألة، هو حاسس ان في نوع من التسويف وتغيير المحكمين وعدم الرد على بعض المراسلات في التوقيت المناسب، فبيقول لهم اذا استمر الوضع على كده هننسحب ونقفل الليلة بقى. ده موقف النادي الأهلي. لكن إذا تراجع اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، هل معنى كده الملف اتقفل ولا هيسيبها بقى للمجلس اللي جاي؟ مش عارفين يعني. أرجو إن كان حد، كنت أتمنى إن اللواء شيرين بس ما بيردش على تليفوناتي يعني النهاردة، يمكن عشان ضغط التذاكر افتكر هطلب منه تذاكر ولا حاجة. أنا ما كنتش عايز منه تذاكر ولا حاجة، أنا كنت عايز منه شوية أخبار ويعني تفسيرات للمواضيع دي، كنت عايز اقول له كمان يا ريت يعمل معانا مداخله عشان يفسر لنا القرار ده، هل ده صح ولا غلط يعني. المهندس سمير عدلي بدوره كمسؤول العلاقات والاتصالات الخارجيه بيعكف ورخر على انهاء الاجراءات الخاصه بسفر بعثه الاهلي ان شاء الله تعالى
الى المغرب. انتوا عارفين انه وفقا لمواعيد دوري الابطال السنه دي مفيش مواعيد فاصله، تقريبا هو اسبوع واحد. صحيح انه مباراه العوده لم يتم تثبيت موعدها بعد، هل هتكون السبت ولا هتكون الحد؟ في كل الاحوال في كازابلانكا مدينه المدينه المغربيه الشهيره في الاسبوع بعد المباراه باسبوع، يعني الاهلي هيلعب السبت ان شاء الله هو والوداد السبت اللي بعد منه او الحد اللي بعد منه، عقب انتهاء المباراه مباشره الاتحاد الافريقي بيخطر الناديين والحكام بالموعد النهائي اذا كان هيكون السبت القادم ولا الاحد. خبر اللي جاي ده طريف بقى. ايه بقى؟ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للاهلي يوضح التطورات الاخيره في قضيه كلوبالي، وبيقول ان كلوبالي قدم مستندات تثبت انه مريض نفسي وليس على المريض حرج. يعني عايز يقول ان لم اكن في وعي او انا ما نتيجه الدبريشن والضغوط اللي علي. طب ما تيجي تسمع المستشار حلمي عبد الرازق، نشوف المستشار حلمي عبد الرازق في هذا الفيديو. اعتقد يا فندم ان هو يعني لما لقى موقفه ضعيف او الاخبار اللي وردت لينا، وبرضه حضرتك صحح لنا ان الفريق لما لقى موقفه ضعيف فقدم اوراق بتقول ان هو كان عنده مرض نفسي في الفتره من 2013 ل 2015 وان المرض ده عوده مره اخرى، هل الكلام ده مظبوط وصحيح يا فندم؟ هو حضرتك قدم للفيفا فعلا كدفاع ليه على الكيس اللي احنا عملناه له، الدعوه اللي احنا عملناها له، ان هو كان مريض فعلا نفسيا من فتره من 2013 2015، وان هو اتعالج وبعد كده عوده المرض ده لما جه واندمج في مع الفريق في 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 جمهوريه مصر العربيه، وده كان سبب ادعى النيلسي. فانا ردينا على الكلام ده وقلنا ان هو باعترافه ده بيكون ادخل الغش والتدليس على النادي الاهلي. مظبوط. لان هو كان المفروض يكون امين عليه عند التعاقد ويقول يا جماعه خلي بالكم انا كنت مصاب بكذا في كذا وتعالجت منه. فاحنا نقبل او ما نقبلش. يقول للاسف هو اخفى عننا هذه المعلومه. فهي كده هو بحضرتك بيدين نفسه بنفسه. طب تفتكر بقى يعني الكلام ده هينطلي على الفيفا او على هو حلمي عايز تاخدها في سكه ايه؟ طب ما انت مريض نفسي يبقى انت والوكيل بتاعك غشيته النادي الاهلي، لان ده كان ينبغي ان يكون موضوع في الاعتبار، لان كل عمليه انتقال الراجل ده كانت غريبه قوي، والناس تقول لعيب بالسي في القوي ده ازاي مش بيستنى في حته مره واحده، وازاي بيجي مره يقولوا يدفع فيه المبلغ الكبير ده، مره يقولوا لعيب القيمه دي بعد ما بتاع جيب المبلغ الصغير ده، لحد ما عمل التصرف الغريب برضه، ما هو كل تصرفاته غريبه. فاذا كان مريض نفسي كان ادخل الغش والتدليس ده، دي عباره انت بقى، انت والله انت شكلك معاك حقوق، كل ما اقول لك حاجه تقول لي اصل انا عندي خبره في الحته دي، ما تحكي لنا انت. عموما هنشوف الامر هيوصل لفين، لكنه من المؤكد انه كوليبالي ما ينفعش يرجع يلعب في النادي الاهلي تاني، لان ناس كتيره اتكلمت قبل كده حاولوا يوعزوا بانه الزمالك بيفاوضوا، قال يعني ممكن الاهلي يتحرك، اللي اللاعب ارتكبه ما ينفعش انه يرجع يلبس فانيله النادي الاهلي تاني، لكن كمان ما ينفعش ان النادي الاهلي يفرط في حقوقه. فالاهلي مستمر في هذه الدعوه للحفاظ على حقوقه كامله تجاه هذا اللاعب، لانه مش بس مجرد لاعب هرب، ده بتوقيت خطير جدا، في توقيت وبعد كده يكتب كلام خطير جدا بحق مصر وبحق النادي وبحق الاداره وبحق زمايله وبحق الناس اللي تعاملت معاه على افضل واكمل وجه، يتعامل بهذا الشكل تماما ويقدم اوراق للفيفا يتهم فيها مصر بعدم الامان وبالعنصريه وبالانه مش عارف يصلي. يا عم دي حيله غبيه، لان في كام لعيب افريقي في مصر. ما الكل رد عليه وكذبه. بدات مصر بقى الترتيب لكاس العالم، دخلنا في اجواء المونديال، يا دوب باقي 7 شهور بس على انطلاق كاس العالم في روسيا في يونيو القادم ان شاء الله. بدات الاجهزه المعنيه كل واحد من جانبه بيعمل المطلوب منه، يمكن وزاره الخارجيه السفير المصري الجديد لدى روسيا استقبل هيكتور كوبر امبارح علشان يبحث معاه احتياجات المنتخب في فتره اقامته في موسكو، وكمان المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره بعد ما خلاص تقرر استمراره ومجلس الاداره دون انتخابات لغايه نهايه الدوره،
بدأوا الترتيب فيما يخص برنامج الإعداد والمباريات اللي محتاجها هيكتور كوبر، ومع المهندس إيهاب لهيطة مدير جهاز المنتخب بدأ الترتيب الكامل لمرحلة الإعداد اللي نأمل إن شاء الله تعالى تكون قوية وجادة وتؤهل منتخب مصر ولاعبيه لتقديم مستويات كبيرة ترتقي لدرجة الفرحة اللي انفجرت في كل البلاد مع هذه الضربة القوية التاريخية من محمد صلاح في المباراة الأخيرة أمام الكونغو. الجهاز الفني للمنتخب أعلن أنه معسكر الفراعنة المقبل هيكون يوم 6/11 إن شاء الله، ده استعدادا لمباراة غانا. المنتخب هيلعب مباراة ودية يوم 9 نوفمبر في أبو ظبي، ثم يلعب غانا يوم 12 نوفمبر في غانا. الجهاز انت عارفين ان دي مباراة تحصيل حاصل، لكن واضح جدا انه كوبر من خلال اختياراته حتى حرص على اختيار 15 لاعب محترف يا باشمهندس في قائمة المباراة للمعسكر للقاء اي الامارات وغانا. الراجل حريص على انه يحط كل العناصر الجادة والجاهزة، عنده وقت بقى ان يشوف عناصر جديدة وعناصر جاهزة وعنده وقت اذا رجع له حد مهم بعد الاصابة ياخده، يعني خلاص بقى مرحلة تانية خالص، مش هيخدها على صدره زي الاول كده. صحيح. بيتابع في نفس الوقت بيتابع الدوري الممتاز وبيحاول يقف على العناصر اللي ممكن مباريات الدوري في الفترة اللي جاية تكشف عنها منافسات الدوري. بمناسبة منافسات الدوري، في مباريات الاسبوع السابع اللي اقيمت النهاردة كان في مباراة شديدة الاثارة والسرعة والجمال والمتعة الكروية. المقاصة بيتعادل مع طنطا باشمهندس 3-3. مش المقاصة، حسين الشحات يتعادل مع طنطا 3 الشوط الاول 3-0. حسين الشحات يجيب 3 جوان. وهو غير مركزه الحقيقه عشان يتحسب له يعني مؤمن واصبح وهو له اهداف قبل كده يعني هو تاني هداف او يشارك انطوي 5 هو ممكن يا 4 يا 5 برضه. وطلاع جيش كسب سموحه 1-0. ماتش كان متوقع اي فرقه هتكسب الثانيه 1-0. بكره ان شاء الله في اطار نفس المرحله مرحله الاسبوع السابع الداخليه هيلعب مع الاتحاد السكندري. الاسماعيلي والمصري على زعامه القناه وصداره الدوري. انبي والرجاء والمقاولين العرب هيكون مع الانتاج الحربي. مباراه السبت هتكون بتروجيت مع النصر نهارا علشان يستعد الجميع لمباراه المساء الاهلي والوداد البيضاوي المغربي، وتم تاجيل مباراه الاهلي والاسيوطي لهذا السبب. مباراه الزمالك ودجله تقرر نقلها الى استاد القاهره زي ما اكد المهندس عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وقال ان هذه المباراه اللي هتتلعب في الساعه 7 مساء الحد، انتوا عارفين انه المباراه دي كان المفروض هتتلعب الساعه 7 يوم الحد يوم السبت، فلما الاتحاد الافريقي خلى مباراه الاهلي والوداد السبت بقى فيه صعوبه كبيره في اقامه مباراه الزمالك في الدوري مع في نفس التوقيت مباراه الاهلي الافريقيه، فقررت لجنه المسابقات نقلها الى يوم او تاجيلها 24 ساعه يوم الاحد، وهتقام في استاد القاهره اللي من الواضح بقى يرحب باقامه المباريات. وسمعت ان في موافقه للاهلي ايضا على هذا، سمعت هذا الكلام شبه يعني شبه الوزير اعلن انه كل مباريات الاهلي هتكون في استاد القاهره، وهي دي الخطوه بقى هي دي الخطوه اللي تخدم منتخب مصر كمان لما تبتدي كمان ماتشاتك ترجع على استاد القاهره. يبقى المنتخب والاهلي والزمالك ولاعيبي المنتخب يعني بيلعبوا على نفس الاستاد، هتبقى خطوه ايجابيه جدا ان شاء الله. مع كل فوز مع كل لحظه توهج نبدا نسمع يا ريت مصر كلها وانديتها ولاعبتها تتحلى بروح الاهلي وبنظام الاهلي وبضوابط الاهلي. كلام غالبا بيكون انصاف لوقته او لفترته او لمرحلته او لظرفه، نتمنى استمراره. من ضمن هذه الكلمات الجيده جدا في حق الاهلي اللي قالها الكابتن رضا عبد العال. رضا عبد العال واحد من نجوم الكره الموهوبين، انتقل من الزمالك الى الاهلي في ضجه غير مسبوقه وقتها، قدم فتره طيبه مع النادي الاهلي، تحدث في قناه ال تي سي عن تقديره للاهلي او رايه في الاهلي ولاعيبه الاهلي بعد فوز الاهلي على النجم الساحلي. نشوف
رضا عبد العال. فهم ده الفرق بقى بينه بين النادي الاهلي واي نادي في مصر. ان تلاقيه ساعه الجد. ساعه لما الدنيا بتقفل لا ما تقلقش على النادي الاهلي ولا لعيبته. ويا ريت يبقى منتخب مصر كده. ويا ريت يبقى الزمالك الفتره اللي جايه دي كده. ويا ريت كل انديه مصر ده النادي الاهلي يبقى نموذج ليهم. طبعا في ناس كانت هتزعل من الكلام ده وهتتضايق من الكلام ده. بس هو فعلا ساعه الجد اللعيبه بتبقى رجاله. ما هو ساعة الجد واحنا دي ظاهرة. ساعة الجد ما تقلقش عليه. يعني بيستدعي، بيستدعي ايه بقى؟ مخزونه. مخزونه اللي هو ايه؟ ثوابته، قيمه. وثوابته من القيم مش بس في الأخلاق، دي في فلسفته، في مواجهة الأزمات. أيوة. في علاجه للأزمات. أيوة. في علاجه للصعوبات. هتجد أيوة. عنده موروث، إرث متراكم، إرث متراكم. بيستدعيه. صحيح. أي حد. إذن من المهم جدا اللي الناس بيغيظها كلمة الثوابت والقيم والمبادئ، لا دي هي دي اللي مبني عليها النادي الاهلي. فكل الناس ساعة الجد تعترف بهذا. لما يعني يحصل ظرف مختلف شوية يبتدوا بقى يدوروا على اسباب هم او اكتر ناس مش مقتنعين بيها. نتكلم في الحرام والحلال والتحيز والدولة والكلام ده، لكن هو ده السبب اللي بيكتشفوه مع كل انتصار يتوقعه للاهلي فيه انكسار. انا جاي لك بالسجع الجاهز. بالسجع. ماشي يا امير الشعراء. كمان جميل جدا المبادرات الانسانيه، وانا في تقديري انه كل الانديه المصريه وكل الرياضه المصريه مقصره في الدور الانساني والاجتماعي بتاعها. الأندية المصرية بالذات الأندية الشعبية الكبيرة، الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد المصري، غيره، دورها المجتمعي في رعاية الفئات المحرومة والمستشفيات الخيرية وغيره وغيره مازال محتاج جهد. صحيح النادي الأهلي أخذ أكثر من خطوة في هذا الاتجاه، لكن قيمة الأهلي ودور الأهلي ودور الزمالك ودور الاتحاد، كل الأندية عليها دور مجتمعي ومسؤوليه كبيره تجاه البلد. اتمنى انه باستمرار يكون في تنسيق بين الانديه وبين وزاره الشباب والرياضه ووزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه وكل الوزارات المعنيه بخدمه الاهداف المجتمعيه والانسانيه. انت عارف يا استاذ ابراهيم؟ بيقول في ذهني خاطر في الموضوع ده، لانه هو ده اللي بيبين لك قيمه النوادي. يعني حتى برشلونه قعد لفتره طويله حاطط اليونسي اهداف انسانيه. اتمنى من نادي الاهلي تحديدا ان كل سنه يختار هدف مجتمعي. مرض من الامراض. السنه دي سندعم مستشفيات الكلى، ابتدي بالمنصوره واشوف فين تاني. السنه دي انا خطتي ادعم الكلى بماتشات، بتبرعات، بزيارات، بان انا اجيب لهم رعاه من رعاتي، بالتنسيق معاهم، بايفنتات، مسابقات، باستقبالات، زيارات، مليون طريقه. السنه اللي بعديها الكبد، السنه اللي بعديها القلب، السنه اللي بعديها ادي الدوره اهي السرطان، ثم تعاد الكره في المجلس في الدورات وهكذا. واحنا حظنا حلو ان احنا داخلين على دوره جديده. ايا كان المجلس اللي جاي يبقى انا كده كمان في عداله، مش هقعد امسك حاجه واحده وافضل ارعاها طول الوقت. هي في حد ذاتها مش وحش، لكن في مستشفيات يا جماعه في احتياجات اخرى. لا ده مستشفى الاطفال ابو الريش. ابو الريش والمستشفيات الجامعيه عين شمس والقصر العيني كل المستشفيات اللي هي معنيه بالمواطن المصري الغلبان البسيط. دي عايزه رعايه جامده جدا. ممكن اخدها سنه ما بعملش حاجه غير الناس دي او المستشفيات دي. ومش ضروري فلوس. عايزه اجهزه شكلها ايه؟ دعم معنوي. عايزه مستلزم مالي. ما هو ده مالي. بس مش مالي اعمل بيه حاجه تانية. ايه الاجهزه اللي انتم محتاجينها؟ انا هجيبها لكم. ايه المستلزمات الطبيه
اللي ناقص. انت عندك كل شهر بتستخدم شاش وقطن وادويه اساسيه واكسجين وبنج ومش عارف ايه بقد ايه، عشان ما جيش مواطن غلبان يخش يتقال له ما فيش انزل اشتري. يبقى من المنبع كده، يبقى ما حدش في مستشفى عنده حجه يقول ما فيش عندي شاش انزل اشتري شاش، ما فيش عندي اكسجين روح جيب انبوبه. ونشوف المناظر الغريبه، واحد نازل بسريره يدور على انبوبه ويرجع بسريره تاني واحد بيزقه في الشارع. وان كان في خبر كويس، بس الدوله محتاجه مسانده المجتمع بتاعها واولها الانديه، ان التامين الصحي او الشكا كمشروع على الانطلاق. يعني هرجع لك بالراي في الجزئيه ديت، لكن مش غريبه ان احنا مشغولين بكل حملات التبرع لعلاج الامراض وما تلمسش اي جهود بتبذل للوقايه؟ لا طبعا طبعا، يعني احنا هذا دور سهل جدا لانه كله ثقافه. الوقايه فين ثقافه، في حملات التوعيه للنجاه من هذه الامراض، يعني يمكن مخدرات شويه اللي شويه المخدرات، في جهد من بعض النجوم بيستخدموا، محمد رمضان في الفن، محمد صلاح مش عارف ايه، النادي الاهلي ماشي. انت اقوى من المخدرات انت، بس لكن الامراض القاتله، ما انا قصدي اقول ايه اسبابها ما زالت مستمره تتحط خطط واستراتيجيات. وروحوا للانديه وخدوا نجومها وهيرحبوا جدا. كانت لفته طيبه انه النادي الاهلي لبى رغبه طفل من الاطفال مرضى السرطان اسمه محمد عبد المقصود، حب يزور النادي ويشوف اللعيبه، نشوف زيارته للاهلي. الطفل محمد عبد المقصود هو مريض بسرطان العظم، ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مرضانا. كانت امنيه حياته يروح النادي الاهلي ويقابل الجهاز الفني ويقابل اللعيبه. النهارده راح بعربيه اسعاف للنادي الاهلي واستقبله النهارده الجهاز الفني واللاعبين واهدوه تيشيرت النادي الاهلي. دي اللقطات قدامنا اهي. مهم جدا الدور الاجتماعي الحقيقه مع كل النجوم في كل حته. شوف ما يكون طفل زي ده طموحه. بص حضرتك استقبال اللعيبه حسام عاشور وسعد عبد الحفيظ، حاجه لا، ما الحاجات دي كانت السيف الواحد ما يقدرش بصراحه يتكلم فيها ولا يقول اي حاجه. لا تعظيما الحقيقه، طبعا طبعا. انت ما تعرفش هو سعادته قد ايه دلوقتي. شوف انت ده حاجه بسيطه اللي هو طالبها يعني. كابتن سعيد بس بص يا كابتن بيتوافدوا بيزقوا في بعض عشان يتصوروا لعيبه الاهلي. طبعا طبعا، حاجه جميله الحقيقه. ما شاء الله ربنا يكرمكم يا كابتن. تفسير هو ده الاحترام، يعني شوف طفل زي دوت ربنا يشفيه يا رب في حاجه يا النبي، لما يكون امنيه حياته. شوف انت بتتكلم جاي عربيه الاساء، امنيه حياته ان هو يتصور مع اللعيبه اللي هو بيشوفها في التلفزيون وياخد التيشيرت، فدي حاجه انسانيه، حاجه محترمه تحسب للعيبه النادي الاهلي وتحسب للنادي الاهلي. بص يا كابتن الابتسامه، يعني ابتسامته بتهالي بالدنيا. بالظبط. ربنا يشفيه يا رب يا النبي، يشفي كل مريض يا رب. باشمهندس، بمناسبة الدور المجتمع اللي احنا بنتكلم عليه، وارجو انه احنا يعني دي مسألة برضو مهمة والله، ودور انساني. انت عارف دي بتتحط في العقود بتاعت اللعيبة المحترفين، ان هي لازم تلتزم ست ساعات في الشهر. كل لاعب تحت امر النادي في دور مجتمع. دور مجتمع. طيب بمناسبة حتى الوداد المغربي وزيارته لمصر ومباراته مع الأهلي، المغرب أنا فاكر من كام سنة لاحظت إنه دور الرعاية الاجتماعية اللي عندهم فيها فريق كورة وفريق ألعاب قوة. مدرسة كورة ومدرسة ألعاب قوة. للأطفال بتوع اللي الهوملس. أيوه. اللي مالهمش سكن، أطفال اللي احنا بنسميهم أطفال الشوارع. أطفال الشوارع. كان في حد صديق الفترة اللي فاتت كلمني عايز يودي طفل شافه موهوب في الشارع في حي شعبي، وبعدين لما حب يسأل على تاريخ ميلاده عرف ان هو من اولاد الشوارع، فما عرفش هو ده ممكن يبقى مواليد كام. فالحقيقه ده لفت نظري انه، واتمنى ان وزير الشباب والرياضه بجد يكون في وقفه جاده جدا لبحث امكانيه مساهمه الرياضه في حل مشكله اولاد الشوارع. وصدقوني
سهلة وممكنة ده لو احنا عايزين نحلها. عارف ده؟ يبقى مشروع قومي. مفيش أخطر على المجتمع من ولاد الشوارع. أولاً مهما تكلف هيوفر. أنت جرائم كتير جداً وظاهرة المخدرات والكلام الفارغ وتفاقم ظاهرة ولاد الشوارع لأن هم بينهم وبين بعض قنابل حتى في الإرهاب كل المخاطر كل شيء مستخدمين كل شيء. فأنت شو بيكلفك إيه ده؟ طيب خليني أقول لك الفكرة لو أنت قومته بقى خليني أقول لك الفكرة والمقترح وأنت بخبراتك هتضيف. شايفين إن كل طفل أغلى حاجة عنده أهم حاجة عنده يشوف لعيب كورة أو يدخل نادي بيحبه أو يمارس رياضة هو بيحبها. طب إذا كان الكورة تحديدا الكورة وكل الألعاب التانية لها كل هذه المكانة النفسية عند الأطفال وعند كل حد ما دام عايش في البلد ومرتبط بأسامي اللعيبة وغيره يتمنى إنه يشوف نجم كورة قدامه أو يتمنى يدخل النادي الأهلي زي ما في طفل ده يعني ظروفه الصحية ربنا يشفيه ويعافيه. لكن كل الأطفال عندهم هذه الرغبة. لو إحنا جينا قلنا باشمهندس دور الرعاية الاجتماعية اللي أنت بتسمع عنها وكل شوية تسمع عن مشاكل خطيرة جدا فيها في نمط الرعاية وفي مستوى العلاج وفي طريقة التربية وحاجات كتيرة جدا بتفضي بالعيال إلى الشوارع تاني. لو كل نادي في بروتوكول بين الشؤون الاجتماعية كوزارة أو التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة. أنت النهاردة الدولة بتدي الأندية أراضي. جزء من هذه الأراضي الجديدة المخصصة للأندية كل نادي يمتلك دار رعاية اجتماعية. دار بالكامل ميزانيتها والصرف عليها يكون بالتنسيق بين الوزارتين. أنا مش هحمل النادي أي عبء مالي. لكنه هستخدم اسمه وهستخدم جزء من الأرض اللي الدولة اديتها له وهستخدم شعبيته وقيمته عند ولاد الشوارع. هبدأ أجيب الولاد اللي موجودين اللي أنت هتاخده تقول له تعالى أنت في دار الرعاية الاجتماعية اللي في بولاق الدكرور هينط من السور تاني يوم. مش هيطيق الجو ولا الضوابط ولا الطريقة اللي بيتعامل بيها. بس أنت متخيل لو خدت أولاد الشوارع دول لدار الرعاية بتاعت النادي الأهلي في مدينة نصر في الشيخ زايد في التجمع في أي مكان وبدأت تتعامل معهم رياضيا وبدأت تكتشف مواهبهم الرياضية وبدأت توجههم اللي عنده طول مناسب هيلعب باسكت هاندبول فولي اللي عنده موهبة كورة هيلعب اللي هيقدر يجي في الملاكمة والمصارعة وبقية الرياضات للأندية الأخرى ماشي. لو النادي الأهلي عنده هذه الدار ونادي الزمالك عنده هذه الدار الاتحاد في اسكندرية المصري في بورسعيد مراكز الشباب الكبيرة اللي موجودة زي مركز شباب الجزيرة وغيره بدلا ما أنا بحط دار الرعاية برا الأندية فبتتحول إلى مصحات بيساء استخدام الولد فيها لا أنا أحط الدور دي داخل الأندية ممكن دول يبقوا عاملين في النادي عمال ملابس عمال جمع كور. معلش في دي أنا هتوقف لحظة. آه من أخطر الأمور اللي بتصادف الناس عن خبرة واحتكاك بناس كبيرة بتعمل ومهتمة بدور الأيتام ودور الرعاية. أما بيعلموهم كويس قوي في ناس عندها ضمير. بتعلم كويس قوي وتجهز كويس قوي وبعدين بعد سن معينة لازم يسيبوهم يروحوا يواجهوا الحياة. طبعا ده الطبيعي. بيجي لهم صدمة. فأنا فكرة إن أنا أطلع منهم واحد يطلع يبقى لعيب كورة مشهور. وواحد تاني يبقى عامل في اوضه لبس دي قد يكون لها اثار نفسيه. انا مش بالضروره يطلع انا 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 عجباني الفكره كويس. عجباني الفكره بس اقدر اعملها بطريقه مختلفه. تمام. ان انا كوزاره شباب ما انا قلت لك انت لما تلم الناس دي بمشاكلها انت كسبان فلوس. وهتقدم كمان نماذج قد تخدم المجتمع. انت بتجفف منابع فقوره. انا افرض على كل دور اليتامى اللي عايزه اعانه انها تاخد اعانه الزمها انها تاخد اعانه موجهه الى الرياضه. يعني تيجي تقول لي ضمن البرنامج بتاعي انا بعلم بوكل بشرب لكن عندي 6 حصص في الاسبوع رياضه وعندي ملعب. اللي ما عندوش ملعب ما ادلوش تصريح. طيب اللي ما عندوش ملعب اخلق له انا حتت
ارض او كل 3 4 دور مع بعض جنب بعض عندنا في المنطقه بتاعتنا، طول ما انت ماشي فيجي 3 4 دور يتم، ومنطقه فيها اراضي كتيره جدا، اقدر اديلهم حته ارض تبقى ملعب مشترك ويتنافسوا، واشرف عليها بقى رياضيا من وزاره الشباب واجتماعيا من وزاره الشؤون، ويبقى في اشراف اشراف، مش هسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه، ويتلقوا التبرعات تحت سمع وبصر هؤلاء المسؤولين. هخرجه من حته التناقض ان هو يبقى قاعد في الدار بتاعته وشايف النجوم وشايف المجتمع برفاهيته براه في النوادي، قد يعمل له نوع من الكونفيوجن او الاضطراب. لا، لكن مفيش مانع بقى تطوير الفكره بتاعتك دي، ان كل نادي ياخد مجموعه من الدور دي ويحطها تحت عينه ويروح ويكتشف موهبهم ويعمل لهم ايام. عارف هي في علم مش بالضروره حتى يبقى في مواهب، في علم فكره انك تمارس الرياضه عشان تاكد ذاتك وتهذب ذاتك وانك انت تبعدك عن المخاطر، قد ينبغ البعض وقد لا ينبغ. أيوة. لكن الفكره انا اروح له، لكن لو جبتهم في وسط مجتمع يقعدوا يقارنوا بين حالهم وحاله هتبقى قاسيه شويه. طيب. معرفش، بص نسال هي فيها. هي 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 في علم الاجتماع دايما اخطر حاجه او اخطر مرحله في مراحل ترشيد اي سلوك خطر زي ده عمليه الاندماج. ايوه، انت ما بتقدرش توصل لمرحله الدمج الكامل بين صاحب هذا السلوك المختلف مع المجتمع العام. ايوه، هي دي المشكله. هي انت دلوقتي الرياضه افضل السبل لعمليه الاندماج بالتأكيد. الطبيعي بالتاكيد. ليه؟ ولد موهوب انت دخلته مع فرقه بقى بيتعامل مع زمايله. بتتكلم ابراهيم في النقطه دي على الموهوبين فقط وغير الموهوبين، واللي مش موهوبين حواليه يعملوا ايه؟ هياخدوا الراجل ده تميز؟ يعني انا عايز الرياضه تبقى فعلا فكره الممارسه الرياضيه هي العلاج، الرياضه كرياضه. اطلع بفكر رياضي. مش اطلع ان انا بتنافس عشان حد ياخد لي يديني منحه رياضيه ولا حاجه. فانت انا عايزهم الجو الصحي فكرة جميلة اللي انت قلتها دي، وعلى العموم دي افكار على الهوى محتاجة خبراء هيضيفوا هيعدلوا هيطوروا، لكن هو المشكلة محدش فعلا ارادة الاحتواء. ما تيجي نقدم هذا المشروع ونديه لاصحاب الشقة. يعني انت دلوقتي اضفت حاجة، انه طب ما حتى الدور الرعاية ديت يكون ليها دور رياضي، لازم اكبر الاندية يا باشمهندس، كل نادي حاطط لي يافطة قد كده فن رياضي ثقافي اجتماعي. طب دور على ايه الدور الاجتماعي؟ افراح مثلا، قاعه افراح بيعملوا قاعات افراح. الرقابه. وده وزير الشباب لو فكر فيها، لانه وزير الشباب قبل الرياضه، ده لا اهم من الرياضه. لا مش اهم من الرياضه، الرياضه لما تخش في النشاط الشبابي هتخدم عليه. وعنده جهود عاليه جدا في الرياضه ونجاحات ما شاء الله. هي فكره لو انت متحمس نقحها وتعالى نقدمها لوزير الشباب ووزير التضامن الاجتماعي، وتعالى نفكر تتمول ازاي، وتعالى نطرحها كموضوع. انت تقدر تحط كل دار في نادي، وتقدر كل مجموعه مراكز شباب هتلاقي رعاه ليها. هتلاقي في ناس خيره جدا وهتبدا تكتشف، ويبقى منافسه وتخلقهم فرص عمل، مش بالضروره زي ما انت بتقول يكون عنده موهبه بس فرص عمل. حتى انت لما تطلعه مش مسار تعليمي، خليه يتفوق تعليميا، حرف حرفيا، ما يطلعش ناقم على المجتمع. النادي ده اي نادي مش فيه ورشه نجاره؟ مش عنده حرفيين ومهنيين في كل التخصصات؟ طب مش بيحتاج. هو انت مصر، انت عارف مصر محتاجه ايه دلوقتي؟ الفنيين. المانيا اللي بناها بعد الحرب العالميه والانهيار الكامل، قالوا لها هتنهض ازاي البلد دي وكل علمائها بره، اللي مات واللي هاجر واللي خد جنسيه اخرى، قامت بمين؟ التكنيشنز الحرفيين. قالوا لكن السباك ما هربش والنجار ما هربش والكناس ما هربش والكهربائي ما هربش، الحرفيين هم اللي بنوا المانيا. صحيح، مصر محتاجه شويه هز، شويه هز. شويه هز. شويه هز. ده مش ملوش علاقه باللي فات، بس له علاقه باللي جاي. له علاقه بعمرو اديب اللي دايما بيقدم لنا يا عمرو اديب ده طاقه والله ايجابيه من كتر ما هو انسان يعني تكتشف السخريه البناءه اللي تخليك تبتلع مرارتك وانت مش متضايق. نشوف عمرو اديب عمل ايه. عايز اوري حضراتكم فيديو يوريكم مأساتنا بقالها قد ايه.
يعني موضوع الزمالك برضو مهم بالنسبه لي انا. ومن امبارح ناس كتير مراش غيري. انا عايز اوري حضراتكم الفيديو ده عشان تفهموا احنا من قد ايه. الفيديو ده صوت وصوره وابيض واسود ومن قبل ما انا اتولد. نتفرج. ازيك يا مرجان؟ والله مش مبسوطة سعادة البيت. ليه يا مرجان؟ خليك جنن او زي شوية هز. لو ربنا ادانا شوية هز من اللي بيدي الاهل بس. عشان الزمالك اتغلب يعني. رحت على الفاينل ان شاء الله هناخد الكاس. طب تعالى يا مرجان. من ايام صراز الفقار اما كان بيعاكس انجي وهو الواد بيقول له لو ربنا يدينا شوية هز. من قبل ما انا اتولد كان صراز الفقار ظابط لسه في كلية الشرطة. والزمالك برضه كان بيخسر. وقال له ربنا وقال له على العموم ركنا على الفاينل في الكاس كالعادة زي ما احنا دايما بنقول. شايفين المسألة قديمة قدم ام نحط براع وسخم كا. هي دي ثقافة من ايام سخم كا واحنا ربنا يدينا شوية هز. ربنا يدينا شوية هز زي ما حضراتكم شايفين كده دوكيمنت يعني مستند يبين المأساة اللي احنا عايشين فيها من ايام الابيض واسود ده من الخمسينات طبعا يعني واحنا كده. الكلام ده مش جديد. ده من ايام كان بيعمل برنامج كده. وما زال عمرو بيقول نفس الكلام لحد دلوقتي. ايوه واخد بالك فين شويه الهز. لا الفكره كلها ان دائما يتغلب على يعني مرارته او مضايقته بانه يسخر وان شاء الله يسخر من شعوره هو الشخصي. بس بيخرج من الموضوع ده بطاقه ايجابيه الحقيقه. هنقول لكم يعني ما هو برضه بمناسبه يعني في ناس حتى في الاخوه الزملكاويه من رسام الكاريكاتير عمرو سليم دايما بنعرض له كاريكاتيرات لما يحتاج التعليق او الرد عليها. بصوا مثلا بعد ماتش الاهلي والنجم الساحلي رسم واحد من النجم الساحلي متضايق جدا ومتاثر بعد النتيجه فمشجع زملكاوي بيقول له غلبك سته انت كمان شوف اللي ما عندوش رحمه يعني بس شوف بيعمل ايه بعد كده اول ما يخلص. روح الدعابه الرياضيه مش بس مصريه حتى وان اشتهر المصريون بخفه الظل والدايما والقدره لكن حتى في الكوميكس العربي شوف النجم الساحلي الترجي والصفاقسي وهم بيتريقوا على النجم الساحلي بعد هزيمته في اهو النادي الصفاقسي دول احباء الصفاقسي بقول لهم ايه بقى دول بتتشمسوا في ابو جعفر يعني بص بعد ما عطل لهم شمسيه بعد ما وقعوا خلاص ده الترجي بقى في على ال ستة واتنين هدية بعد كده هتلاقي عامل هو سيل واخد بالك عمل بقى جماهير الصفاقسي قال لك صورة حصرية لوصول فريق النجم الساحلي لمدينة سوسي متنكرين يعني لكن هو على انهم سخروا النجم سخر منهم جامد قوي هم مع بعض لما خسروا والنجم كسب في بالظبط اتفرج برضه دي حتة مصرية واحد بيقول لك يلا هاتوا لي فريق تونسي تاني افوز عليه على انه الاهلي الطايح في التوانسه فبيرد عليه مصري بيقول له منين يا بيه؟ ما انت خلصت عليهم كلهم. يعني ده بعد الفوز على الترجي مش عجباني والنجم الساحلي. الاهلي هزم الترجي ثم النجم التونسي ليتاهل للنهائي. هنيدي زملكاوي بص بقى مكمل بقى بعد كده راصص بقيه الرصه التونسيه. أو حاسب بقى الساعة 6 بتوقيت سوسة هيشتغل على 6 بص اشتغل لك دومنا 6-2 دي واحدة مشجعة للترجي كل ده من تونس 6-2 وعليهم 3-1 ده بعض ال 3-1 بتاعت الأفريقي ده في الكوميكس وهو عمرو سليم تاني هيجي لك نوم ازاي مشجع بقى للوداد المغربي هيجي لك نوم ازاي وانت عمال تتفرج على افلام رعب مالك انت بماتش 6-1 بتاع الاهلي والزمالك و6-2 بتاع الاهلي والنجم الساحلي مش انا قلت دي ما تطلعش يا ابراهيم مش انا قلت دي ما تطلعش قبل الماتش يا ابراهيم على اساس فيلم رعب على اساس انك انت برضو ما فيش فايده ربنا يستر
يوم السبت. ان شاء الله ربنا هيستر. وده بعض الكوميكس يعني من الصحافة التونسية، من الصحافة المصرية، من الاهتمام الإعلام العربي بهذه المنافسات الرياضية العربية الشقيقة. بكل الود والوداد، الملك والأميرة في المعاد بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بكل الود والوداد، الملك والأميرة في المعاد، ملك البطولات، ملك الأرقام القياسية، ملك التتويجات الذهبية، النادي الأهلي، أميرة البطولات الأفريقية وأميرة القارة السمراء، دوري أبطال القارة. دوري أبطال القارة البطولة الأكبر، البطولة الأغلى، البطولة الأهم، لأنه منها تصل إلى العالمية، منها تحصل على تأشيرة السفر إلى مونديال الأندية، منها يتحسن ترتيبك العالمي، منها تاخد نقاط اعلى، منها تاخد قرشين كمان، منها ترزق بقرشين كويسين، لانه الجائزه بتاعت البطوله 2.5 مليون دولار، بالاضافه الى ان كل متاهل لبطوله العالم بياخد فلوس يا باشمهندس مليون دولار او اكتر. مليون ونص؟ مصدر المشاركه؟ لا، مليون من الاتحاد الافريقي، ومليون ونص من اللجنه المنظمه للاعداد، 2.5 مليون للاستعداد. للاستعداد. جائزة البطولة ولو ان السنة دي هتزيد، جائزة البطولة من الاتحاد الافريقي السنة دي هتزيد. البطولة الافريقية. الافريقية، فممكن مليون زادت لاتنين ونص. لاتنين ونص، غير اللي هتاخده اعداد عشان ال يعني في ظل التعويم رقم زائد ان احنا كنا بنعمل عمليات تسويقية على هامش البطولة دي، لدرجة ان شركة الملابس بتلبسك وبتديك فلوس مع كل فوز، وبيبقى لها عقد لوحديها. المباراة السبت إن شاء الله الساعة 7 مساء، استاد الجيش المصري في برج العرب، وصافرة إثيوبية. الحكم الأثيوبي بملاك تسيما هو اللي هيدير هذه المباراة. مين هو الحكم الأثيوبي؟ هنتعرض له بكل التفاصيل، هنحاول نشوف شخصيته الفنية كحكم، تاريخه، سنه، كل المعلومات عنه. لكن الأول تعالوا إلى هذا التقرير عن هذه المغازلة بين الفانيلا الحمراء والأميرة السمراء. لم يعشق قلب من قبل مثلما عشق قلب الأميرة السمراء في أفريقيا النادي الأهلي. بينهما قصة حب كبيرة بدأت منذ عام 82 ولم تنتهي بعد. ولو حكينا قصص الحب والعشق، نبدأ من أين الحكاية؟ عندما شارك الأهلي في البطولات الأفريقية أعوام 76 و77 و81، لم تكن الأميرة قد تعرفت على الحبيب العاشق الولهاني بها شغفا، وهي السنوات التي كونت شخصية الأهلي في قلب الأميرة. وعندما طلبها الأهلي عام 82 وكان جادا في طلبه وجاهزا لدفع أغلى المهور، هرولت إليه الأميرة بكل حب وامتنان، وتم الزفاف في كوماسي يوم 12 من ديسمبر عام 82 بعد التعادل 1-1 بهدف الخطيب، بعدها فوز في الذهاب بالقاهرة 3-0. ولأن الأهلي هو الأكثر طلبا لقلب الأميرة السمراء في كل عام، فأصبح هو الأكثر تتويجا بعدد 8 مرات. ولم تمانع الأميرة أن تروي عطش مريديها وراغبيها، كل بحسب عشقه وطلبه، ليأتي الزمالك ومازنبي خلف الأهلي ب5 بطولات لكل منهما، ثم 3 بطولات لكل منها فايا كوناكري والرجاء وكانون يوندي، وبطولتين لكل من كوتوكو والترجي وشبيبة القبائل والصيف وأنيمبا. وسيكون الطرف الثاني المتصارع على قلب الأميرة هذا العام هو الوداد المغربي، والذي سبق له تذوق عشقها مرة واحدة
مثل الإسماعيلي وهاردس أوف أوك والنجم الساحلي وأسيك وفيتا وصن داونز وأورلاندو والمولدية وأوريكس دوالا ويونيون دوالا وكارا واستاد أبيجان والأفريقي والجيش الملكي. وجابت الأميرة السمراء كل البلاد الأفريقية ولم تجد راحة لها إلا في مصر 14 مرة، تليها الكونغو الديمقراطية 6 مرات، ثم 5 مرات في كل من المغرب والجزائر والكاميرون، و4 مرات في تونس، و3 مرات في غانا وغينيا، ومرتان في كل من نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، ومرة واحدة في الكونغو برازافيل. والأهلي مع الوداد السبت المقبل في ذهاب الدور النهائي لتقديم عربون محبة للأميرة على ملعب برج العرب قبل تقديم المهر والزفاف على الأميرة في 4 نوفمبر القادم على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. ويقود البدري فتية من الشباب آمنوا بحق ناديهم وجماهيرهم في السيطرة على قلب الأميرة للمرة 9 في التاريخ إن شاء الله. شوفوا عشان تعرفوا قيمة الأهلي في هذه البطولة أو في بطولات الأندية الأفريقية. الحقيقة كابتن محمود الخطيب اعتزل في 87، يعني بالضبط من 30 سنة، ومع هذا لازال لغاية السنة اللي فاتت تقريبا كان حامل الرقم القياسي لهداف البطولات الأفريقية قاطبة. خطيب فضل الرقم القياسي التاريخي بتاع 37 هدف في بطولات الأندية الأفريقية رقم قياسي صامد لغاية لما كسروا موبوتو. أعتقد موبوتو الكونغولي أنت ما عرفتش تجيبه يا باشمهندس. موبوتو ده لاعب كان على مستوى العالم ممكن يصنف ولاعب هايل جدا جدا جدا، وهو الهداف، وخد المازيمبي إلى المركز الثاني في توتال العالم للأندية لما تأهلوا. لكن كل مرة كنت تصطدم اللاعب عايز يجي نخلص يجي رئيس النادي، لحد ما قالها على بلاطة رئيس نادي مازيمبي هو أغنى رجل في واحد من الكونغو، أكبر رجال الماس والألماز. قال لهم هذا الرجل ثروة قومية ومؤمم، مش هيسيب مؤمم ما طلعش احترف في أي حتة. يعني عايز يقول لك عدل القيام ما يقربش منه، مش عدلي وعدي بقى ده مرحله، ده هو بعد كده في انديه عريقه طلبته باغلى بفلوس كتير قوي. قال لهم ده ما يمشيش، مش للبيع. ويحسب له ان هو سجل 38 هدف، تعدى رقم الخطيب بهدف. بس شفتوا الرقم فضل صامت 30 سنه ده. طب بس يعني عايز اقف وقف. من كم ماتش؟ عدد ماتشات قليلة، عدد زادت جدا طبعا، لان كان مشاركات قليلة يا حبيبي، كانت نوك اوت معظمها. ايوه ما حصلش هو المجاميع. صحيح المجاميع دي بتلعب مجاميع. ايوه فعشان توصل للفاينل تلعب لك 6 ماتشات مثلا. ايوه فانت 6 ايه من دور ال 32 بقى يمكن اكتر. بتلعب 7 ماتشات في المجموعة، وبتلعب لك بقى شوف كم يجي 10 ماتشات. فطبعا هو على عدد السنين في الاخر يعمل 14 مباراه، وعندك سوبر بيتلعب يعني، وسوبر قصدي كده وسوبر وكده. ما حضرش الكابتن خطيب الكلام ده ولذلك لما يجوا مثلا كابتن شاذلي والدزوي ليه هم ظواهر، لان عدد الماتشات كان قليل وعدد الفرق اقل. انت كان 12 فرقه ومواسم كتيره الكره بتقف، حظهم عاسر جدا كلهم. يعني شاذلي بطل علشان النكسه. ايوه واخد بالك. الله لا يعيدها الله لا يعيدها، وربنا يرحم في أي الكابتن شاذلي. والله يرحم الكابتن شاذلي، ده لعيب لو موجود النهارده بميزان الذهب ما يبقالوش سعر. الراجل ده الفاول بره 18 اكنه ضربه جزاء. اكنه ضربه جزاء، مش مره ولا 10. يعملها طخ، و تألقه عندما تألش
في وهو على سلم الطائرة الصبح مش رايح. هو كابتن طارق سليم. وانا كنت مش عارف بعمل ايه في الترسانة، شفته قلت لهم هو ده الشاذلي واحد كده بس ايه والبل. هو يا سيدي السنة دي يبقى هداف الدوري وعينك ما تشوف الا نور بعد كده. في السنة اللي اتقلش فيها دي 64. طيب مباراة السبت ان شاء الله حكمها الاثيوبي بملاك تسيما، وده 37 سنة حكم في خد الشارة الدولية بالضبط في 2009، يعني من 8 سنين بالضبط وهو حكم دولي. أدار 7 مباريات هذا الحكم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم هذه المرة. أدار 10 مباريات سابقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحكم أيضا 8 مباريات في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية، بالإضافة إلى مباراة واحدة في بطولة أمم أفريقيا عام 2015 ومباراتين في النسخة 2017. حكم عنده خبرات جيدة جدا، عنده شخصية طاغية في الملعب، بيحب يسيطر على مجريات اللعب. يمكن أدار مباراة واحدة للنادي الأهلي قبل كده كانت أمام البنزرت التونسي وانتهت بالتعادل بدون أهداف في ذهاب دور 16 لأبطال أفريقيا في نسخة 2013. يعني الرجل من 4 سنين أدار مباراتين للنادي الأهلي قدام البنزرتي واللي حقق الأحمر فيها أو اللي حقق فيها الكابتن محمد يوسف الفوز بهذه البطولة، وحكم أيضا مباراة للأهلي أمام الأفريقي التونسي. سبق لتسيما أن أدار 3 مباريات للمنتخب الوطني المصري، الأولى كانت قدام غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 انتهت بفوز منتخب مصر 4-2. المباراة الثانية اللي حكمها للمنتخب المصري تسيما كانت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 وكانت قدام بتسوانا وفاز فيها منتخب مصر 2-0. حكم عنده خبرات جيدة جدا، عنده زي ما قلت لكم شخصية في كل الأحوال، التركيز الشديد دايما في الملعب، كل اللعيبة مطالبة بكده، ولعيبة الأهلي أميز ما يميزها في هذه البطولة الخبرات. ما شاء الله عندنا خبرات عالية جدا، عندنا لعيبة تقيلة في الملعب، عندنا لعيبة تقدر تتعامل مع مجريات المباراة، وعندنا بجانب كل ده وربما قبل كل ده عندنا سلاح قوي جدا وهو جمهور الأهلي. يا جماعة شكل الاستاد، شكل استاد برج العرب والملعب بالكامل متقفل أحمر بهدير هذه الجماهير الواعية والرائعة جدا، ده سلاح قوي جدا. اللي أهل مصر لكأس العالم جمهور مصر، واللي فاز للأهلي على النجم الساحلي هذا الفوز الكبير جمهور مصر، جمهور النادي الأهلي، لأنه هذا التأثير يا باشمهندس في الملعب. يعني أنت كنت في الملعب مش بس حتى في الضغط على المنافس، لا في تهيئة لعيبتك. لا أنت بالظبط كده كثيرا كثيرا ما يتأخر الهدف ويا رب ويا أهلي وعدم يعني بتخليك على طول عندك أمل من إحساس الجماهير، بتخليه عندك ودافعية. طبعا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى أنه يكلل كل هذه الجهود في المدرج والجهود اللي في الملعب أنهم يتوفقوا مع بعض. لكن أنت كنت موجود، وبمجرد ما انطلقت المباراة وابتدوا جمهور ده حماه جمهور ده حماه، أنت قلت لي طوفان وراح جاي الجون، انت قلت لي ان لعيبه النجم يبلمه. لا طبعا، لانه انت متخيل انه اي لحظه جمهور الاهلي يشعر انه المنافس مسك الكوره، تبص تلاقي الجمهور بهتاف رائع جدا كله، فريق فيه كبير فريق عظيم. ده الايقاظ بقى، ده اللي بيخلي اللعيبه جوه الملعب طاقه ايجابيه جباره، انه في كل هذا العدد بيستنهض هؤلاء اللاعبين بجمهور كبير، جمهور عظيم اديله عمري وبرضه قليل. لا مفيش لعيب هيتوانى لحظة. انت فجأة مجرد ما الخصم يمسك كورة ويسيطر حتى لو دقيقة ولا دقيقتين وتلاقي الهتاف المزلزل ده، مجرد ما تاخد الكورة تحس ان اللعيبة موجودة عالي تاني، وبقى في دلوقتي خلاص ثقة وكيمياء بين الاتنين. يعني ايه اللعيبة برضو بقت ايه مش عايزة تخذل هذا الجمهور، ده شعور حقيقي جوه اللعيبة دلوقتي. يعني مش مسألة انها تعتاد على التشجيع وتقول ده تشجيع روتيني، لا وكأنها علاقة
فيها تناغم بين الاثنين. ايوه انا انت وانت بتعمل كده، لا يا جماعه ما ينفعش يا جماعه، الناس دي هتروح نزعل الناس دي ازاي. فابتدى تتنقل لهم هذه الروح الوثابه. طبعا الجمهور مهم، طبعا جمهور الاهلي مش محتاج حد يوصيه على الاهلي، والله الجمهور عنده درجه من الوعي. الجمهور اللي مجرد ما اللعيبه نزلت تسخن يختص وليد ازاره. انا مش قلت لك انا قلت لابني والنبي اعمله معروف؟ قال لي انا ما لحقتش، انا اول ما دخلت لقيتهم بيقولوا من ايه الوعي الجميل ده. مجرد ما وليد ازاره نزل الملعب الهتاف له تعالى يا وليد، الليله عيد، العب يا وليد، راح لهم كم مره وهو بيحييهم وينحني قدامهم، لكن كانوا فعلا بيجهزوه، عارفين عندهم حس رائع جدا، وعارفين معاناته الفتره اللي فاتت، وعارفين انه الثقه هربانه منه، وعارفين انه الاعلام متحمل عليه، فبيديله طاقه ويديله ثقه ينزل يعمل هاتريك، وفي كل مره يجري على الجمهور وكانه فعلا بيشكرهم. اقول لك حاجه؟ في المباراه الدوري السابقه اللي ضاع فيها هدف سهل دي، ساعه ما ضيع الهدف بعديه عمل ايه؟ بدا يهرب من الاماكن اللي ممكن تضعه في هذا الموقف في الحارس، وراح جاي اخر كوره انفراد راح مهيئها. اذا هو لما خد هذا الشعور بثقه الجماهير فيه عمل ايه؟ صحيح. راح للمناطق اللي يجيب فيها الجول، ما عنده رصيد بقى، تضيع بس عنده رصيد دلوقتي. حسن الناس معاه، الناس مش زعلانه. ايوه الناس معاه، اظهر بشخصيتك بقى. بالظبط. فبدا يروح للمكان اللي قد يسبب له الاحراج. أيوة. يعني اي ضربه راس من دول تطيش ممكن تضعه تحت ضغوط، لكن هو خلاص خد الجرعه بتاعه الثقه. ادي الفرق حتى تكتيكيا. أيوة. بدل ما يروح يهرب ويخش على الجناب ويكتفي بالمشاحنه والاساس، لا انا اجيب الجون بقى. جابوا الجون، خلصت باذن الله. مش قلقان؟ لا قلقان، بس رجعتك للقلق تاني، ما انا سحبتها منك وحسن. لا لا قلقان، ما انا اقلق اطمن. تطمن تقلق؟ اطمن. طب خليك قلقان. انا قلقان واخد بالك. وبعدين في حاجه اتوقع انه هيقابل برضه نفس المقابله باذن الله الماتش الجاي. الحكم في جاهزيه عاليه عشان ناخد بالنا، لانه حتى بمناسبه الثقه الراجل لسه راجع من الهند بيحكم مباريات كان كاس العالم للشباب. كاس العالم للشباب انجلترا اطاحت بالبرازيل، وكمان المانيا اعتقد فازت على مالي. كاس العالم للشباب المقامه في الهند مالي وصلت فيها لدور الثمانيه وخرجت من السيمي فاينل. كانت المانيا كانت بتلعب مين مالي؟ المانيا. يعني الفاينل مين دلوقتي؟ اسبانيا. اسبانيا 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 هتلعب انجلترا، واعتقد ان انجلترا كسبت كمان، كسبت البرازيل وكسبت اسبانيا. كسبت اسبانيا؟ في الفاينل. ما تعرفوا لنا يا جماعه، احنا الاهلي سحبنا كاس العالم. كاس العالم للشباب، لكن ده بمناسبه انه الحكم ده جاي من بطوله كاس عالم، فيعني الراجل من حكام النخبه الكبار في افريقيا. كون ان يتم اختياره لاداره المباراه الاولى في الدور النهائي، فده معناها انه زي ما اختاروا بكاري جسامه ايضا لاداره مباراه العوده في كازابلانكا الاسبوع اللي جاي. بكاري جسامه الناس كلها فاكراه وحافظه له مباريات كتيره مع الكره المصريه، هو عنده 40 سنه، حصل على الشاره الدوليه من 2007، واحد من حكام النخبه الافريقيه بالتاكيد من 2012، حصل على لقب افضل حكم في القاره مرتين 2015 و2016. ده بكاري جسامه اللي هيحكم مباراة العودة في الدار البيضاء. سنه 40 سنة زي ما قلت لكم. كان اللقاء الثالث اللي بيجمع الحكم مع الأهلي عام 2013 لما أدار مباراة الأهلي مع ليوباردز الكونغولي، واللي انتهى بفوز الأهلي 2-1. حكم انتهت أدار مباراة الأهلي واستاد مالي في باماكو في بطولة البطولة ديت، وانتهت بخسارة الأهلي بهدف قبل ما الأهلي نجح في التأهل لدور الثمانية بعد الهاتريك التاريخي لو حضراتكم فاكرينه لأبو تريك. في نفس العام أدار نهائي البطولة الأفريقية اللي جمعت الأهلي قدام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ملعب المقاولين العرب اللي حضراتكم شايفينها، وفاز الأهلي بهدفين، وكان ده اللقاء الأخير لأبو تريكة مع الساحرة المستديرة. وفي سنة 2015 أدار بكاري جسامة مباراة الأهلي ضد المغرب التطواني، وانتهت دي لحظة الوداع بتاعت أبو تريكة للملاعب وهو بيلقي بكلمة الختام لمسيرة كروية رائعة جدا
ومرحلة ذهبية لواحد من أكبر ويمكن من أكثر اللعيبة اللي ارتبطت بها الجماهير حتى لقب بأمير القلوب. في 2017 أدار بكاري جسامة مباراة الأهلي في دوري الأبطال قدام زناكو الزامبي واللي انتهت بنتيجة التعادل السلبي. من الطبيعي جدا أنه لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي تفضل أو تختار أفضل حكمين لإدارة مباراتي الدور النهائي. ربنا يوفقهم ويحققوا العدالة ومش للفريقين، يحققوا العدالة للفريقين. ما هي العدالة يعني للفريقين، لكن المسؤولية كبيرة على اللعيبة. وأنا أعتقد خبرات لعيبة النادي الأهلي زي ما قلت لكم فيها ما يكفي وما يطمئن إن شاء الله. كابتن حسام البدري اختار من هؤلاء اللاعبين 23 واحد خدهم معاه على معسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة الوداد، خد الثلاث تجوان شريف وأحمد عادل ومحمد الشناوي، وخد في خط الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وصبر رحيل وعلي معلول ومحمد هاني وحسين السيد. لحظة واحدة، انجلترا ومين؟ واسبانيا. انجلترا كسبت البرازيل. ايوه. واسبانيا امتى كسبت مالي؟ السبت انجلترا واسبانيا، يبقى لسه ما لعبوش. ايوه. ما ايوه، ما هو اللي خسروا هيلعبوا تالت ورابع خلاص. في نص الملعب في نص الملعب الكابتن حسام البدري خد هشام محمد وخد عمرو السوليه ووليد سليمان، الحمد لله اطمن على سلامته، واحمد حمودي واحمد فتحي اللي راجع من الايقاف، واحمد الشيخ وميدو جابر ومؤمن زكريا وكريم ندفد وعبد الله السعيد اللي اطمن الجهاز على سلامته وجاهزيته ان شاء الله، لانه غياب صالح جمعه بيخلي عبد الله السعيد له دور مهم جدا في مباراه السبت. خد المهاجمين عماد متعب ووليد ازارو وجونيور اجاييه، تم استبعاد زي ما قلت لكم صالح جمعه وحسام عاشور للاصابه. هنا الاختيارات قدام الكابتن حسام البدري متنوعة جدا، بالذات في قلب نص الملعب. في قلب نص الملعب المدافع تألق بشكل لافت جدا في مباراة النجم الساحلي رامي ربيعة مع عمرو السولية. دلوقتي بجانب وجود أحمد فتحي، لأنه أحمد فتحي محمد هاني تألق بشكل لافت جدا في الناحية اليمين، فكان دايما وأبدا بيتم التفكير في إمكانية الاستفادة من أحمد فتحي في قلب نص الملعب زي ما أشركوا في مباراة الرجاء في الدوري. لكن حاليا نص الملعب رامي ربيعة فرض كلمته، الأفضل رامي سردباك ولا لعب خط وسط؟ اللي يشوفه حسام، اللي يشوفه حسام. كل مباراة أنا مش دارس الفريق الوداد، هو لعب قدامه مرتين. هل هو شايف إن في حد يعني، هو لو عايز إيجابية هو ليه لعب رامي؟ لأنه عايز إيجابية من المدافع على المرمى. وتحقق له هذا انه حتى لما تقدم عرف يجيب كمان جول. ايوه. فاذا القدرات الدفاعيه لرامي وصلابه الالتحام، وبرضه حسب القوه يعني هل لعيبه الوداد عندهم قوه بدنيه عاليه ولا لا؟ لان رامي بدنيا اقوى من حسام، لكن حسام اكثر خبره ودرايه وحفظا للمكان. حسام عاشور مش موجود في القائمه يعني، فمش موجود. ما انا بقول لك يعني الدور ده مين اللي هيلعبه بقى دلوقتي؟ احمد فتحي. يا احمد فتحي، هو ده اللي عايز اقوله. يا احمد فتحي، يا هشام محمد. لا هشام محمد لو عايز يهاجم. لو عايز يهاجم. ايوه. لكن هشام محمد عندك عمرو السوليه. ما انت عندك عمرو السوليه وعندك عبد الله السعيد. لا انا بتكلم على لاعب الوسط المدافع. انت عندك خلاص السولاي وندفد وفتحي ورامي ربيع. هل فتحي هيلعب بقى باك رايت ويرجع مكانه وهاني يستنى؟ معرفش، انا معرفش هيعمل ايه. انا مش عايز، انا ما بحبش التحليلات دي يعني، كل واحد ايده في الميه بيقول وجهه نظره. شوفوا انا بستدرج المهندس عدلي بينه وبينكم للجمله دي تحديدا، لانه الناس بقى اللي بتنشغل في السوشيال ميديا بترشيحات المراكز حتى في يلعب احسن، ولا في الاستديوهات الكابتن حسام غلط لما هيلعب فلان ما لعبش علان، جملة اللي قالها المهندس عدلي كتير لما بتخفى على الناس. انت عارف قدرات رامي ربيع وعارف قدرات احمد فتحي وعارف قدرات عمرو السوليه، وانا مصدق ان انت تعرف او تقدر تميز بين
فوارق المهاره والقيمه والخبره عند كل واحد منهم، وتقدر تنحاز لفلان وممكن اختيارك يكون صح، مفيش مشكله. بس هو انت تعرف ايه عن المنافس؟ تعرف ايه عن استراتيجيه اللعب اللي المدير الفني عايز يلعبها؟ تعرف ايه عن السيناريو المتوقع من قبل المدرب المنافس اللي الكابتن حسام البدري قاريه ومتخيله بناء على مشاهداته؟ بصوا كم متغير بيخلوا المدير الفني في كل الاحوال بيختار سين وصاد مش عين ودال، مع انه عين ودال ممكن يكونوا كويسين، بس انت بتختار الانسب، الانسب لظروف المباراه، لطريقه اللعب، لقرايتك للمنافس، لاستراتيجيتك اللي انت هتنفذها، للسيناريو اللي متوقعه من المنافس. كل الحاجات دي بتفرض عليك ان انت تنحاز لاختيارات معينه. فارجو انه الناس باستمرار حتى وانت بتجتهد انك تقول لي الف احسن من ب، حط في اعتبارك انه الراجل المدرب المسؤول والهدف الاستراتيجي اللي عايز يطلع بيه كمان كاملة. يعني الهدف الاستراتيجي اللي عايز يطلع بيه بالزبط. يعني كابتن حسام مثلا هناك كان يرى ان 1-1 كويسه قوي، وحتى الهزيمه بفرق جون هتبقى كويسه مش وحش، لن تقضي على اماله. ايوه دي ما ترضيناش احنا. أيوة. فلما نيجي نحط التشكيله، في فرق انك تحط التشكيله المثاليه، ايوه، ها، والتشكيله المناسبه او التشكيله المناسبه للظرف والاستراتيجيه والماتش ومقتضياته. بالظبط. عشان كده بحب اكون انا منصف وانا بتكلم. هيقابل مين في الحته دي؟ معرفش. وده عنده سرعات ولا عنده مهاره؟ طريقه اللعب هتناسب مين؟ ما عنديش رؤيه. عندي رؤيه. بس يمكن انا وانا مدرب اعمل اللي بيعمله حسام ساعه المسؤوليه بقى. فاهمني؟ لان انت ليك حسابات مبنيه على اللي جاي كمان. انا لحد مثلا ما اخسر واحد مش عايز، عندي امل. لكن يعني انت عارف سر اعجاب، انا بفتكر سر اعجاب رضا عبد العال بالماتش اللي فات ايه وتقديره. هو يقول لك ايه، العب مش عارف بفين والباقي طاير. ايوه. فده اللي حصل، امن الدفاع وساعه الهجوم كله طاير. واخد بالك؟ اطراف سريعه، اطراف سريعه. احيانا المدربين بيقولوا كلام احنا نقعد شوف بيقول لك ايه، لكن هو يقول لك عايز تكسب اعمل كده. فهو راح مأمن دفاعه بشكل معقول، قفل القلب كويس. يعني هو ما تقفلش قوي لان دخل جولين بصراحه. ما دام دخل جولين يبقى كابتن حسام حتى منزعج من الهدف. لا ما يبقى، ما تقوليش الدفاع كان عامل اللي عليه. الجولين دول تقهقر في الجون الثاني كمان ملوش اي معنى، لان انت لو انت قلقان كنت هتضغط، ما كنتش هتكسكس. ما كانش هيوصل الحته دي ويشوط. فانت احيانا تبقى متوسم اداء معين، يحصل لك في الملعب حاجه صغيره مره واحده تكلفك. ايوه. ان واحد يكسكس بدل ما يضغط. بس. كابتن حسام البدري زي ما اليوم السابع بيجتهد، بيقول ان الكابتن حسام ألقى على لاعبيه بالوصايا السبع. الوصايا السبع اجتهاد صحفي يعني الحقيقة، لكنه لا يخلو الأمر من ملاحظات مهمة. إيه أهمها يا باشمهندس؟ أنا بس ملاحظ إنه حاطط، أنا رأيي اتنين تبقى تسبق واحد. لأن بقول لك أول واحد التسجيل المبكر، يا ريت. ما أصل ما تقدرش تطلب من واحد تقول له إيه؟ من أهدافنا التسجيل المبكر، لو جت فرصة هيسجل. هو حدش عايز يسجل؟ فما اقدرش احطها من ضمن اهدافي، يا ريت نسجل هدف مبكر، ماشي. لكن تاني حاجه يقول لك غلق صفحه الافراح بالسداسيه، لا دي نمره واحد مش نمره اثنين. تسبق كل ده. طيب قبل كل ده ويسبق كل ده الاطمئنان على الصوره لدى الاشقاء المغاربه. الاشقاء العزاز علينا دايما وابدا في المغرب، ازاي بيروا مباراه السبت؟ ازاي شايفين تاهل الاهلي لمواجهة الوداد؟ الوداد يا جماعة في الدار البيضاء، دي العاصمة الثانية للمغرب، فيها الرجاء وفيها الوداد، يعني الاثنين الجماهيريين الكبار من الدار البيضاء. كان فيهم الجيش الملكي المغربي، لكنه الشعبية الأكثر في الدار البيضاء والمغرب عامة تتقاسمها جماهير الوداد والرجاء. الزميل العزيز الأستاذ أحمد نعيم الإعلام المغربي، أهلا بك يا أستاذ نعيم. اهلا وسهلا وتحية طيبة مغربية خالصة إلى الأشقاء المصريين. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي، وأهلا بالوداد وبيكم دايما في مصر.
عادل القيعي حبيبنا دايما وانت استاذنا ودايما ذكريات حلوه مع كل المباريات بين الوداد وبين النادي الاهلي. احنا كنا في ضيافتكم الكريمه الحقيقه في كاس العالم للانديه وكانت حلقات مهمه الملك وكتابه عندكم مع كابتن عزيز بودربالة، طمنا عليه. عزيز بودربالة معشوق الجماهير المصريه والمغربيه. صحيح، انا على المستوى الشخصي صديقنا العزيز الحقيقه، على المستوى الشخصي انا عادل القيعي هو نجمي المفضل. واستقبالك في فندق الدار البيضاء لعزيز بودربالة لا زلت احتفظ بالصور لحد الان، ولا زلت انا وهو نشوفها في كل مره. والله لاعب رائع يعني. لا وبعدين فنان ومطرب وعازف ما شاء الله يعني. لا زلت احتفظ بذكريات بذكرى انني كنت السبب في لقاء بين غزاله الملاعب العربيه والكابتن محمود القطيب وعزيز بودربالة في احد فنادق البيضاء في سنه 2011. يعني نتمنى نشوفكم في القاهره هذا الثنائي مع عزيز عشان نعمل لكم سهره بقى، بس يكون المره دي جايب معاه العود يعني. للإشارة فقط، بسبب العود الراحلة سيدة الشاشة العربية كانت تلقبه بعزيز العزيز. الله، يعني كانت تعرف أنه بيغني تماما. أنه دائما زعما عزيز أنا أقرب لاعب إلى قلبي وأقرب إلى يعني عائليا وعلاقات شخصية بعيدا عن الصحافة والإعلام، فعزيز لا ينفك دائما يتذكر العلاقات التي ربطته بجميع الفنانين والرياضيين المصريين. يكفي ان الفنان احمد السقا خلال مهرجان مراكش قبل 3 سنوات اصر على ان يكون عز بودربالة هو من يسلمه درع التكريم في مهرجان مراكش. هذا يعني فخر للمغاربه وفخر للمصريين في نفس الوقت. بالتاكيد عزيز فنان والمصريين يعشقون الفن. لا هو يعني انسان رائع كمان طبعا. بسيط ومتواضع رائع وما دام محتفظ بالرشاقه والله تهيألك انه لسه في الملعب. تماما، ونشكركم كثيرا على ما وصلنا، يعني دائما ما يصلنا من اصداء على حب المصريين للاعبين المغاربه. يكفي ما يصلنا عن طريق نادر السيد صديق المغاربه والذين بدانا نعتبره نصفه مصري ونصفه مغربي ايضا. ووليد ازارو يعني ما اعتقدش ان انتم تماما يعني وليد ازارو الان افتخرنا ان النادي الاهلي يعني يلعب في بين صفوفه لاعب شاب، لاعب له طموح ان شاء الله يكون من احسن اللعيبه. يعني يكفي ان وليد ازارو خلف اصداء طيبه هنا في المغرب مع الدفاع الحسني الجديدي. صحيح. وهذا شيء جميل يعني ان النادي الاهلي يلتفت الى الانديه التي ربما لا تصل الى الشعبيه الكبيره للوداد والرجاء ويبحث عن المواهب، يعني هذا مساله اللي تحسب للنادي الاهلي. النادي الاهلي انا حاولت اجيب احمد بهجه وحضرت كنت في تونس في كاس في البطوله العربيه سرقت نفسي يوم كده وعملت التاشيره وسافرت الصبح ورجعت بالليل على تونس، ما حدش عارف ان انا كنت في المغرب 97 تقريبا. ورحت قابلت مولاي مامون حاكم مراكش. مولاي المامون بوفارس الذي كان هو الرئيس الفعلي للنادي الكوكب المراكش. ايوه وقابلت احمد، واحمد اعتبره واحد من اعظم المواهب في القاره السمراء. كان خليفه بودربالة برضه. لا يعني ده هو لعيب كان بقوام مصطفى عبده ورشاقه علي ابو تريكه وفكر محمد علي ابو جريشه وفكر الخطيب يعني كان ضربات الراس. ما علينا يعني، وكدنا نقترب جدا واستقبلني في قصره اللي عامل زي بتاع الف ليله وليله ده في مراكش. تماما في مدينه مراكش. في مراكش ايوه. ولكن المهم ما حصلش لانه راح السعوديه بمبلغ كبير قوي ما قدرناش عليه. لكن كدنا نقترب جدا وكنا هنبقى العلاقه تبتدي بدري شويه، لكن ازارو اتمنى انه يدينا نفس التوهج اللي احنا كنا متوقعينه من احمد. اكيد يعني. اكيد، ولنا الثقه الكامله ان وليد ازارو يعني انا عرفته شخصيا هنا في المغرب لما كان لاعبا في الدفاع الحسني الجديد والتقينا كذا مره على هامش مباريات الوداد والرجاء هنا في الدار البيضاء. ولكن وليد ازارو ما ينقصه هو زي اقولها بلغتكم باللغه المصريه يعني اصبروا عليه شويه. لا صبرانين، والجمهور استقبله قبل المباراه استقبال رائع جدا، اعتقد انه منحه الثقه انه يلعب باريحيه ويعمل لنا الهاتريك يعني.
الحمد لله، وهذه كانت مفخرة كبيرة لنا احنا المغاربة، لان وليد ازارو يعني اعتبره زعما بشكل شخصي، وهذا اتفاق يعني تقريبا بين عليه اجماع انه هو مستقبل ربما يكون هو مروان الشماخ الجديد بتاع المنتخب الوطني كمان في المرحله المقبله ان شاء الله. وشخصيته كويسه وانسان، يهمنا يهمنا نعيم انه يوم السبت ان شاء الله يعمل هاتريك عشان نجهزه للمنتخب المغربي. واحنا ما يهمناش انه يكون ما يجيبش هاتريك. ايوه يهمك. طيب لا احنا بنجهزه للمنتخب المغربي. قول لي دعيم بودربالا طبعا معروف انه عزيز واحد من النجوم التاريخيين للوداد زي بدو الزكي وغيره، انت ودادي مش كده؟ شويه احمر، انا ليفربول اهلاوي ودادي مانشستر يونايتد كل اللي بيلبس احمر. طب كويس قوي، يبقى انت كده في المنطقه الحمراء ما يعني بين الاهلي والوداد، يعني انت في كل الاحوال هتسعد. ايوه بجميع الحالة سأكون سعيد. يا بختك. أقول لك حاجة، يعني أصدقاء المصريين لما يطلع أي فرن جديدة بتاع النادي الأهلي بتوصلني على طول. قل لي طيب إزاي شايف مباراة السبت؟ وأكيد أن في السنوات الأخيرة لعب النادي الأهلي والوداد مباريات كثيرة جدا، يعني صحوة الوداد الإفريقية كانت دائما تصطدم بطموحات النادي الأهلي. النادي الأهلي لا يمكن أن ننسى أنه سيد وزعيم الأندية العربية يعني على المستوى الإفريقي، وزعيم النادي الأندية الإفريقية ونادي القرن في إفريقيا. الوداد بتاريخه وبجمهوره وبشعبيته، فلا يمكن إلا أن ننتظر مباراة من الحجم الكبير. النادي الأهلي قدم مستوى أكثر من رائع جدا أمام النجم الساحلي التونسي. أكيد أن لم يكن هناك أحد يعتقد أن المباراة ستصل إلى هذا الكم الكبير من الأهداف من النادي الأهلي. في المقابل الوداد لعب مباراة جيدة جدا مع اتحاد العاصمة، رغم أن الشوط الثاني كان اتحاد العاصمة الأكثر قوة والأكثر حضورا في المرمى، يعني والجمهور في مركب محمد الخامس حيث حضرنا كان تعذب كثيرا 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 جدا، خصوصا مع الفرص الضائعة للمهاجم الخطير ديال اتحاد العاصمة الدرفلو اللي كان قريب في كثير من المناسبات أنه يسجل هدف الخلاص بالنسبة لاتحاد العاصمة قبل أن يتمكن أشرف بن شرقي من إنهاء المباراة. الوداد ضيع الكثير من نجومه، يجب أن نعلم جميعا بأنه ضيع الكثير من النجوم الذين كانوا في السنة الماضية يعني نجوما حقيقيين، يكفي أن نشير إلى الثلاثي الإفريقي يعني مرتضى فال في الدفاع، في وسط الميدان الهجومي فابريس أوندهاما الذي التحق بالنادي الإفريقي وتعرض للإصابة يعني غتحرمه من المشاركة مع النادي الإفريقي لثمانية أشهر، ثم في الهجوم أحسن لاعب لايبيري ربما في تاريخ لايبيري بعد جورج ويا اللي هو جيبور ويليام جيبور. ولكن الحاضرون ربما كانوا أكثر تألق، وأعتقد بأن على المستوى الهجومي يعني بوجود اسماعيل الحداد ومحمد أناجم وأشرف بن شرقي المباراة ستكون فرصة ليظهر هذا الثلاثي كما أظهر في المباراة السابقة أنه حاضر، ولكن أعتقد بأن المباراة تسير إذا عارف كيف الحسين عموتي يلعب. احنا كنعرفوا الحسين عموتي يلعب على مستوى الدفاع بشكل كبير، سواء من خلال مرور السد القطري أو الفتح الرباطي أو اتحاد الخميسات، يلعب الدفاع ويغلق كل الممرات ويغلق كل المساحات، ولكن مع هجوم نادي الأهلي وتمريرات أحمد فتحي ووليد أزارو يعني المباراة أعتقد أن على الوداد أن يبحث عن الخروج بأقل الخسائر الممكنة في انتظار مباراة الإياب بعد أسبوع إن شاء الله بمركب محمد الخامس بالبيضاء الذي تأكد رسميا بأن المباراة ستحتضن هذا الملعب بعد الإشاعات الكثيرة التي تحدثت عن إغلاق دياله وتحويل المباراة إلى مركب الرباط، ولكن الآن بشكل رسمي المباراة بملعب المركب الرياضي محمد الخامس. يعني كنعرفوا الحضور الجماهيري وجميع المحللين الرياضيين كيعرفوا القوة ديال جمهور فريق الوداد وكيعرفوا القوة ديال التأثير ديالو. ربما الأهلي ذاق مرارة هذا الحضور وهذا الضغط القوي خلال المباراة الأخيرة اللي انتهت بهدفين لصفر هنا في مدينة الدار البيضاء، فكان أعتقد بأن التوجه العام سيكون هو الوداد يخرج بأقل الخسائر والأهلي يبحث أنه يزكي قوته التي كانت ظاهرة للعيان في مباراة النجم الساحلي التونسي. أنت تتصور يعني أن نفس السيناريو اللي عملوه الأداء والتكتيك والنتائج اللي في المجموعة ربما يكون نفس السيناريو يعني، ولا
هتبقى ده فاينل بقى، يبقى فيه مفاجآت هنا وهناك يعني. لا اعتقد ان سيكون هناك تغيير، ربما سيكون تغيير على مستوى الاسماء الحاضره في غياب عطوشي المطرود في مباراه اتحاد العاصمه، ويوسف رابح الذي لم يتاكد رسميا اذا كان سيلعب ام لا بعد الاصابه التي تعرض لها قبل السفر بيوم واحد، ولكن لا ارى اي تغيير لان اللاعبين محدوديه اللاعبين اللي عند الحسين عموته فتجعله مجبرا على انه يلعب، ربما في تغيير بعض المراكز او عدم المغامره بانه يلعب ب 4-3-3 يعني في الهجوم يكون اشرف بن شرقي واسماعيل الحداد ومحمد اوناجم اللي كنعرفوا السرعه ديالهم، وكنعرفوا حتى ان في المباراه الاخيره ديال اتحاد العاصمه يعني اشرف بن شرقي الذي قضى موسما مع الوداد موسم اكثر من رائع تترصده عيون اولمبيك مارسيليا ونيس الفرنسي، يعني في مباراه اتحاد العاصمه الكل في الملعب لاحظ حضور مجموعه من المراقبين ديال الدوري الفرنسي لخطف اللاعب اشرف بن شرقي، ولكن هذا لا يمنع من ان نقول بان سيحاول حسين عموته انه يخرج باقل الخسائر، والطريقه اللي غادي يلعب بها ستكون في الدفاع نفس اللاعبين باستثناء العطوشي، وفي وسط الميدان ابراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي يعني لمحاوله انه يخنق هذيك القوه الضاربه ديال الهجوم وسط الميدان ديال النادي الاهلي. يعني احنا نعيم يعني انت تتحدث على انه الوداد يسعى للخروج باقل الخسائر في مباراه السبت، هل مباراه الاهلي والنجم الساحلي كان ليها صدى مسموع وملحوظ في اجواء الوداد؟ اكيد، وجميع الجماهير المغربيه ليست فقط جماهير الوداد او المحيط ديال فريق الوداد، يعني جميع الجماهير المغربيه ونعرف بانها متتبعه جيدا جدا جدا للانديه المصريه والانديه العربيه، ولا ننسى بان لاول مره ربما منذ سنوات او لاول مره ربما لا تخون الذاكره بانه المربع الذهبي كله عربي، يعني والتركيز كان كبير على المتابعه ديال مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي، ولم يكن احد بالمره يعتقد بان المباراه ستنتهي بتلك النتيجه الكبيره. لمعلومات فقط هو ان المغاربه متابعون جيدا للدوري المصري سواء قبل سنوات التوهج ديالو، لانه كنعرفوا مجموعه من اللاعبين وخصوصا الراحل عبد القادر البرازي اللي كان في النادي الاسماعيلي ولاعبه لنادي الدراويش يعني في ايام حمص وبركات وجريشا يعني بالضبط مجموعه من الاسماء، ومن مراها حضر عبد السلام بن جلون، وحتى الارتباط بالنادي الاهلي ارتباط كبير جدا. لماذا؟ لان كنعرفوا اولا ان النادي الاهلي كان خزان يعني كبير جدا للاعبين اللاعبين المنتخب الوطني المصري، والمساله الثالثه المهمه هو ربما نعطي غير واحد الفكره على ان لحد الان ما زال الجميع يتذكر الخروج وقت تغيير محمد ابو تريكه النجم المصري الذي لا يتناقش اثنان بانه زعما لاعب عربي متميز باخلاقه بمستواه الكبير، والجماهير كل جماهير مركب محمد الخامس تصفق له، ربما لو دخلت على موقع يوتيوب وبحثت على هذا الفيديو غتلقى الوصول ديال 3 مليون او 4 ملايين مشاهد. وحتى محمد ابو تريكه بعد سنه التقيت معاه في مباراه العيون التي حضرها رفقه دييغو مارادونا سنتين متتاليتين، يعني ما زال محمد ابو تريكه يتذكر بان تلك اللقطه ولن ينساها، يعني قال لك انا حضرت مجموعه المباريات عند الدول العربيه ولن انسى، قال لك قشعر بدني ودمعت عيناي وانا ما كنشوف الجمهور المغربي كيف حياني وكيف استقبلني بالاحضان. يعني على فكره اداء ابو تريكه في شبه كبير جدا من عزيز بدربالة، اكيد، وانا خصوصا لما بينزل تحت شويه نفس طريقه المراوغه والتمويه والتمرير يعني شوف لازلت احتفظ بفيديو خلال حضور النادي الاهلي للمغرب للمشاركه في كاس العالم للانديه استدعاني انا وعزيز بدربالة السفير المصري لحضور في احد نوادي الجولف الملكي هنا بنادي الدار البيضاء، وسجلت فيديو لعزيز بودربالة وهو يدعو محمد ابو تريكه الى عدم الاعتزال، وعندما يعني شاهدني ابو تريكه طلب مني وعدا بانني لن انشر ذلك الفيديو وعد بقائي به بعد سنتين. هل لازلت زعما الوعد لازلت محتفظ على الوعد ولن يعني حتى علاقته به يعني عندما يلتقي الكبار انا اقولها دائما
عندما يلتقي الكبار لن تجد مشاكل. يعني هو يعرف مستوى عزيز وعزيز يعرف مستوى أبو. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. والحمد لله أن أبو تريكة لحد الآن بعد سنوات من الاعتزال يعني شاهدته في آخر مباراة نوفمبر الماضي يعني في مدينة العيون وكان دائما رائعا وسيظل دائما رائعا. نعيم أنت جاي للقاهرة ولا مش جاي؟ مش جاي لسبب بسيط جدا. هو مش مشكل تأشيرة لأنني لا ما عنديش مشكلة في التأشيرة المصرية لأنني ربما الصحفي أو الإعلامي المغربي القلائل اللي في هذه الخمس سنوات الأخيرة رحت ثماني مرات للقاهرة يعني حتى السفارة لما بدفع الباسبور يعني بكتفي بصورة فوتوغرافية واحدة لأنه بيعرفوني كويس. ولكن لظروف العمل والشغل يعني هذا هو السبب اللي كان. ولكن قلوبنا زمان نهائي الأحلام. تمام. نهائي الأحلام بالنسبة للعرب كلهم يعني أن تشاهد وداد أهلي أكثر ما تطمح له. يعني على ما يبحث المتتبع أو الإعلامي إلا على اصطدام من هذا المستوى. نتمنى أن يكون ترسيخا للعلاقات الأخوية بين المغرب ومصر وأن يكون دائما هو المثال اللي كنعطيو لصغارنا بأن الكرة دائما ودائما ودائما تنتصر على السياسة. شوف احنا بنحب المغرب عشان كده هنجهز لكم وليد أزارو أحسن تجهيز للمنتخب إن شاء الله. أنت بتجهز في العالم. أهلا بيك في أي وقت. عايز أقول كلمة واحدة يعني عادل القيعي الأستاذ الكبير عادل القيعي يعني أكن له احتراما كبيرا جدا لأنه ظل وفيا دائما وظل وفيا لنادي القرن ودائما أرى فيديوهات يعني كان من بين الناس الذين تجدهم دائما إلى جانب الحق. يعني شاهدت مؤخرا عدد من الفيديوهات عندما يكون هناك أي اعتداء ولو لفظي على النادي الأهلي تجده صامدا لصالح المد الأحمر اللي هو النادي الأهلي. وده قيمة الصدق يا نعيم إن هو يصل صداه حتى برا حدود الوطن. يعني ف انت كده دي قيمة المهندس عدلي ودي ده قيمة التلاحم يعني العربي الحقيقي. اشكرك جدا جدا يعني. حتى صوري معاك يا استاذ ابراهيم لسه عندي يعني. حبيبي يا نعيم انا جاي لك الماتش ان شاء الله. والله العظيم انت النمره عندك والاستاذ عادل اللي شرفنا ان شاء الله. ويا رب يا رب يا رب تكون هذا النهائي انتصار للقيم الاخرى. وكده ان شاء الله نتمنى تحياتنا لكل الزملاء الاشقاء في المغرب. انا انت وعدت يا استاذ عادل انت والاستاذ ابراهيم انكم جايين يعني حستنى. انا ابراهيم غالبا جاي اتمنى اقدر اجي لكن لو جيت يعني هتوعدنا بحاجه واحده بس ان عزيز ياخدنا في سهره موسيقيه. ايوه. شوف انا هقول لك انا نقول لك حاجه يعني بكل صدق عزيز بودربالة عندما لما قلت لك في مهرجان مراكش كان احمد السقا قال لازم عزيز يكون معنا. فعياو يكلموا عزيز على واحد نمره التليفون عنده ولكن انا عندي النمره الثانيه. كلموني فقلت لي عزيز احمد السقا قال لي ممثل يعني كذا 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 يعني ما غاديش ندخلوا في التفاصيل يعني بطل حقيقي وممثل بالمستوى العالي وهذا ولكن لو الشروط ديالي هو انه تكون بيناتنا كره فلسه عندي الصور يعني هو بيلعبوا كره وهذا فهذا شيء جميل جدا. نتمنى انا حرض لك الحاجه دلوقتي نتمنى ان يفشل ازارو في التسجيل. لا يفشل ليه ده الراجل لعيب دوله احنا بنجهزه للمغرب عندكم ماتش كوت ديفوار صعب. على اي حال الاهم ان احنا نطلع الاثنين كسبانين سلوك رياضي يزيد من دعم العلاقات اللي هي المتميزة والخاصة جدا يعني. بين مصر والمغرب الحقيقة لا يمنع من ان الوعد لازم ان يحقق هو الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنعم احنا في سهرة صباحي على انغام عود عزيز بودربالة ان شاء الله. يا سلام يا سلام لا تبقى في طنجة كمان يا عيني. تحيات استاذ نعيم تحياتنا ونلقاك على خير ان شاء الله. شكرا وتحياتنا للاشقاء المصريين. شكرا جزيلا للزميل العزيز الاستاذ نعيم احمد الصحفي بجريده الصباح المغربيه والحقيقه واحد من الصحفيين المغاربه اللامعين وكمان المحبين لمصر قوي واللي متابعين للاهلي في لغته بالخصوص لانه في كل مناسبه تلاقي دايما وابدا الكره فعلا القوه الناعمه المهمه والله.
القوى الناعمة اللي بتقدر تعمل كل هذا التلاحم بين كل هذا الشباب العربي. في تواصل دافئ جدا، في تقدير لطبيعة المنافسات الرياضية، في روح طيبة جدا. فنتمنى إن شاء الله أن تستمر وتسود هذه الأجواء الطيبة. تعرف إبراهيم طنجة دي واحدة من أجمل الأماكن في العالم. صحيح. بس أنا ما شفتهاش. لكن كل راحة أغادير. بس طنجة ما إحنا يعني قعدنا في أغادير. قعدنا في أغادير. وشفنا أغادير. أغادير حلوة. بس في زيها. طنجة دي بيقول لك قصة ما في زيها. فنتمنى يعني لو يعني العمر يسعفنا ونلحق نروح طنجة. الصحة وطولة العمر إن شاء الله. في اليوم السابع مدرب الوداد حسين عموتة بيقول أهداف الأهلي أربكت حسابات النجم والنهائي مختلف. طبعا النهائي مختلف، والكابتن حسام البدري قال ده اللي لعبته فور انتهاء المباراة، اقفل صفحة النجم، محدش يكلمنا لا على ستة ولا على ظروفها ولا على كل اللي حصل فيها، والمباراة اللي جاية مختلفة تماما زي ما قال حسين عموتة المدير الفني للوداد وزي ما أكد عليه الكابتن حسام البدري. لكن كمان سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي بيتحدث لأون سبورت بعد وصول فريقه لبرج العرب، نشوف رئيس الوداد كيف رأى أجواء الاستقبال. استاذ سعيد ناصري رئيس نادي الوداد، استاذ سعيد يعني اهلا بك في الاسكندريه، اهلا بك في لمواجهه النادي الاهلي المصري في نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي عربي خالص بالتاكيد. عايزك تكلمني عن الاستقبال، الحضور للاسكندريه في هذا اليوم، عن المباراه النهائيه امام النادي الاهلي في استاد برج العرب السبت القادم. هو كيف يعرف الجميع احنا وصلنا بحمد الله وسلامته ولقينا الاخوان ديال النادي الاهلي في انتظارنا، ونتمنوا اننا اللي جينا من اجله ان تكون الفرجه والمتعه وتبقى دائما لها منافسه قاريه، ونتمنوا الحظ للجميع. كلمنا عن المباراه، كلمنا عن مواجهه الاهلي والنجم الساحلي والفوز بست اهداف في استاد برج العرب، وكيف اثرت سلبا ام ايجابيا على فريق نادي الوداد؟ انا لست مؤهل باش نكلمك تقنيا. امور اداريه انا معك. المباراه ونهائي افريقيا عربي يعني اعتقد يعني مباراه لها طعم ومذاق خاص في المغرب ومصر ايضا. وكيف كتعرف كتكون هذه المواجهات عربيه دائما فيها كل الاخوان العرب وكل الاخوان في افريقيا منتظرين هذه المباراه يسود الروح والانضباط. كلمنا عن العلاقه بين النادي الاهلي ونادي الوداد واداره الاهلي واداره الوداد الجماهير. هو العلاقه دائما متميزه وغادي تبقى متميزه، لان هذه مش علاقه يوم او شهر، علاقه سنين. زي ما قال الاستاذ سعيد النصير رئيس نادي الوداد، هو الراجل مش مخول في الحديث عن شان فني او تقني، لكنه فيما يخص النواحي الاداريه هو سعيد بهذه المعامله في الترحاب. والاهلي ما بيقدمش حاجه بره الطبيعي. الطبيعي جدا ان كل ضيف عربي شقيق ما هوش ضيف ينزل بمصر وينزل في ضيافه النادي الاهلي يلقى دائما كل هذا الترحاب. الجمهور بعد مباراه الـ6-2 باصص لمباراه الوداد ازاي؟ كيف يرى هذه المباراه النهائيه؟ وماذا يتوقع لنتيجه المباراه النهائيه؟ توقعات الجمهور في هذا التقرير ومنه الفاصل ونرجع نتواصل. الاهلي ده محدش يتكلم عليه، ده تاريخ. الاهلي ده هو مصر فعلا، ده تاريخ. فالاهلي ولاده ما بيتنسوش، والقاعدة بتاعته ما تتغيرش ان شاء الله باذن الله. لو لعبنا بنفس الخطة وبنفس الروح، واللعيبة هي كده كده رجالة، وباذن الله تقدر تحقق احلى من الفوز ده باذن الله. واوجه لحسام البدري يفضل على نفس الخطة، وان الاهلي ما بيعتمدش على لاعب او لاعبين بس، هما كلهم رجالة. ان شاء الله الاهلي هيفوز، لان طبعا انا كنت زملكاوي بس برضو دول بيمثلوا مصر، فطبعا باذن الله الاهلي هيفوز، وهيفوز بفرق جامد من الاهداف. ما كان حد يتوقع الماتش بتاع النجم 6، يعني اقصى ما يمكن كان هنغلب 3 مثلا عنه، انما هي توفيق من ربنا طبعا، هيبقى فيه فوز حلو ان شاء الله، والاهلي معودنا على كده. الاهلي هيكسب، بس انا مش متفائل قوي بنفس نتيجه النجم.
بس ان شاء الله هنكسب 2-0 اقل حاجه 2-0 يعني ان شاء الله يعني، ويلعب بنفس التشكيله اللي لعبت بماتش النجم. ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي يعني ونكسب 2-0. ربنا يوفقهم ان شاء الله يجيبوا 3-0 ان شاء الله، يكونوا اللعيبه رجاله ووليد ازارو يبقى زي ما هو ونلعب ماتش فاينل كويس، اللعيبه كلها تأدي كرجاله ومش واحد بس، مش 11 لعيب في الملعب. ان شاء الله جماهير النادي الاهلي كلها اللي بتلعب. ربنا معاكم ومصر كلها وراكم، وعايزين نفرح زي ما فرحتونا، وانتم عليكم امال كبيره جدا، واحنا بنحبكم ووراكم وهنشجعكم، وان شاء الله هتفوزوا فوز صحك وهتهزموا اي حد كان على وجه الارض. اهلا بحضراتكم من جديد، بكل الود والوداد، الملك والاميره ان شاء الله في الميعاد. الاهلي بيامل بكل الترجي والرجاء والامل انه يحقق نتيجه مريحه باذن الله. وعلى فكره في اللقاءات العربيه في الشمال الافريقي ما عادتش فكره المباريات الذهاب لازم انا احقق نتيجه مطمئنه وبفارق اهداف مريح، لا، شفنا كتير من المناسبات النتائج البينية بين الفرقتين العربيتين. العامل الأرض الجمهور مؤثر جدا، لكن ظروف الطقس واحدة، اللغة واحدة، الثقافة واحدة، الأجواء المحيطة واحدة، فبالتالي عوامل التأثير باستثناء الجمهور ما بتبقاش مؤثرة بالشكل الكبير. فعشان كده كابتن حسام مؤكد عنده استراتيجية معينة، عارف هيلاعب الوداد ازاي، درسه بشكل كويس قوي. فهنخلينا انه في النهايه هم شوطين، شوط اول في برج العرب وشوط اخر ثاني في كازابلانكا ان شاء الله. كابتن حسام البدري زي ما قال اليوم السابع بيلقي على لاعبيه بالوصايا السبع اللي بيطالبهم بضروره العمل فيها، وهي طبيعيه جدا حتى لو ما كانتش اتقالت كمحاضره او اتقالت كحصه تعليميه، لا، مؤكد انه ده الوضع الطبيعي لما مدرب يتكلم على ضروره التسجيل المبكر. التسجيل المبكر بان تاثيره في مباراه الاهلي والنجم، كون ان هو في الدقيقه الثانيه من المباراه، يعني لم تمضي الا دقيقه واحده، وعلي معلول ربنا يوفقه ان هو يسجل الهدف المبكر ده، ده كان له تاثير مباشر جدا وكبير على مجريات المباراه. فريق قبل ما يبدا المباراه لقى نفسه بره الموضوع خالص، لانه هدف واحد خلاص خرجه بره البطوله. فبالتالي هو ده تأثير التسجيل المبكر يا باشمهندس. شوف، ساعات التسجيل المبكر يدفعك الى الخوف والتراجع. انا افتكرتها، انت كنت الان مش عايزني نسجل بدري. ما كنتش عايز اسجل بدري. بدليل ان الترجي لما سجل بدري اتغلب. سجل في الشوط الاول وتراجع غصب عنه، انت بيجي لك لحظات لا اراديه، لكن اللي نفع في ماتش الاهلي سجل بدري ثم وصل الضغط، عزز بدري، وصل الضغط لغايه لما سجل تاني وتالت بهجمات بقى ايه شبه مرتده. ايوه، السرعه الفائقه اللي كان يتسم بيها النادي الاهلي يوميها الطرفين هاني وعلي معلول ما شاء الله، يعني اعظم حالاتهم. فهل ده يتكرر؟ مساحات ونقل لعب بالسرعه الرهيبه دي نتمنى. تشتم من كلام نعيم ان هو يعتقد ان هيبقى في تحفظ دفاعي، هم هيعملوا العكس بقى، يتحفظوا دفاعي وينطلقوا بهجمات مرتده. ايوه، فطبعا انا بخاف من دي، بخاف من الطريقه دي تملي. ايوه، لانها لا تدل ابدا على فوارق فنيه، انما تدل على لحظه فنيه. لحظه غفله تلاقي جول. فاعتقد ان اللعيبه هتبقى منتبهه، مش هيحصل اجوان كتير في الماتش ده. مش هتحصل اجوان كتير؟ لا لا لا، هيبقى ماتش مقفول من الفرقتين. بالذات لانه حسين عموته زي ما نعيم قال من المدربين اللي بيلعبوا ديفنس كويس، يقدروا يبنوا طرق دفاعيه وخطه دفاع جيده. يعني تمكن من التعادل في الجزائر مع اتحاد العاصمه،
ومن يصمت في الجزائر يمكن أن يصمت في أي مكان. طبعا طبعا العنف والشراسة والأجواء والضغط العصبي. لا وفرقة كويسة. لا وفرقة كويسة. يعني فرقة كويسة اتحاد العاصمة. فعلى أي حال المباراة مش هتكون سهلة. ده احنا بنتكلم على فاينل البطولة الإفريقية اللي هي فيها الشمال الإفريقي كمان. لو الفريقين كانوا في مجموعة واحدة فحافظين بعض. حافظين بعض. كل واحد فاز في ملعبه. أعتقد اللي هيحالف التوفيق يوميها في الماتشين مجموع الماتشين هنا عنصر التوفيق. توفيق كان حالفنا في ماتش النجم في العودة قدرنا نكسب. إنك تجيب جون مبكر قوي كده وبعدين يبتدي هم يندفعوا هجوميا وأنت مع كل هجمة بالسرعة دي وتستغلها بالروعة دي. أرجو إن ده يتحقق تاني. ايضا اتكلم الكابتن حسام للعيبه بحسب اليوم السابع عن ضروره طوي صفحه السداسيه، وهنا يظهر دور التاثير او التاهيل النفسي والمعنوي. ازاي تقدر تخلص لعيبتك من حاله نشوه عاليه؟ ازاي تقدر ترجعهم تاني لحاله الصفر في التركيز؟ ازاي تقدر تخليهم ينسوا ما شربوه حتى الثماله؟ وما سمعوه ما يسمعوه كل يوم. لدرجة ان انت بتقول لي في تقرير مع الجمهور هلغيه. ما تعمليش سيرة النجم الساحلي مش عايز اسمعها خلاص. احنا دلوقتي اذا كنا عايزين نساعد فرقتنا ما حدش يجيب سيرة النجم الساحلي خالص. فانا الفكرة كلها ان بتأهل الناس يعني تعرف ان كل ماتش له ظروفه. انتوا صفحة يعني ايه؟ يعني ما ترجعش تبص فيها. اقفلها خالص. نتمنى ان احنا نكون بقى مركزين قوي عايشين الوداد عايشين الماتشين اللي لعبناهم في المجموعه. هو ده في لعيبه بتقول لك قبل ماتش النجم الساحلي زهقنا ست مرات اتفرجوا على ماتشات النجم او ست شرايط. ايوه فيقول لك وصلنا لمرحله هنتجنن. فاكر احمد ايوب معانا على التليفون قال لك يعني وصلنا لمرحله ان احنا حفظناهم كل حاجه عن النجم. فهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا ما حدش يقابلنا ايوه كده سته ويعملوا لهم كده. لا دي مش تحفيز. التحفيز انك انت بص اللقطه دي النهارده احنا اتكلمنا فيها الحلقه الماضيه واتكلم عليها النهارده في عموده في الاهرام كابتن عصام عبد المنعم. كنا اتكلمنا الحلقه الماضيه وجبناها هي واللقطه بتاعت عماد متعب مع ازارو. طبعا دي من اعظم اللقطات وهي دي أجواء الفريق البطل وهو ده سر الأهلي وانتصاراته عبر الأجيال والتاريخ. اللي جري على علي معلول بعد تألقه وصناعته بعد الجون الأولاني كمان حسين السيد اللاعب البديل له في نفس مركزه. فبصوا هي دي الحالة احنا عايشين الحالة حالة الحب وحالة الوحدة بتاعت الفريق وحالة الخوف على الفرقة وحالة التغليب مصلحة الأهلي وحالة الرغبه في اسعاد كل هذه الجماهير والرغبه في استمرار امواج الفرح بتاهل مصر لكاس العالم. هي دي الحاله يا باشمهندس. الحاله دي بتيجي منين بقى الحقيقه؟ يعني ان الفريق بكل عناصره نجح في كيفيه التعامل في اكتر من مره. القدره على التعامل في الازمات ان يحطها في حجمها ويحاصرها بحيث ما يبقالهاش تداعيات. بالعكس يستلهم منها دوافع ايجابيه تؤدي الى هذا التلاحم. يعني لو عشنا كتير قوي في قصه مشاكل ولعيب اللي اتكلم والمدرب اللي بص كنا هننجرف. لكن من بعد الماتش يطلع كابتن سعد الحفيظ يقول لك كل شيء مفيش مشاكل كل شيء في حجمه وهم جوه في الاوضه الله اعلم بيعملوا في بعض احنا مش عايزين نعرف. ده زي ما يكون اتنين مثلا متزوجين وقاعدين في العماره اللي فيها اهاليهم هم الاتنين ومحدش يعرف من الاهالي اي مشكله عن الاثنين. دي الزيجات الناجحه، دي الاسر الناجحه، دي الـ 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 العائلات اللي بتكمل اللي مشاكلها جواها ما حدش عارف عنها حاجه. وهذه هي ثوابت وتقاليد وقيم متراكمه في النادي الاهلي وهفضل اقولها هفضل اقولها لحد ما يبقى في جيل ورانا شاربها ويتفضل هو يكمل المشوار. اوعى تتهكم لي وانا بقول لك كده تقول لي ايه اللي بيقول لي الثوابت؟ ايه الثوابت؟ اقول لك ايه اذا كنت شايفها اوريها لك. ثوابت في كل لقطه من دول. كل لقطه من دول راجل بيتنشأ على فرصه فرحان بانه الراجل اللي بيلعب مكانه ونجح وعمل هاتريك رايح عماد متعب
اللي رايح ياخده بالحضن ويدعمه ويطلع وليد ازارو يقول لك كان بيديني نصائح وكان بيدعمني. مفيش انانيه ولا حقد. ايوه هذا هو الاهلي اللي بيربي ولاده على الحاله دي واللي بيربي اي حد يخشوا على الحاله دي. قال لك الحاله اللي انا وصلت لها جزء كبير منها بسبب الكابتن عماد متعب. بالظبط مساندني وبيدعمني وواقف جنبي. طب ما تحس ان الراجل النجم الكبير قوي اللي الناس عماله تقارنك بيه ويمكن جزء من مشاكلك انها بتقارنك بيه اللي تجد ان هو اللي في ظهرك. ايه العظمه دي؟ عماد قد ايه محترم؟ محترم تربيه النادي الاهلي. صحيح تربيه النادي الاهلي صحيح. بس صحيح وحتى مكانته عند الجمهور الحقيقه قبل الماتش عشان تربيه النادي الاهلي وبعد المباراه جمهور يعني مهتم بعماد وبيحب عماد. يا استاذ ابراهيم ده. احنا مين؟ احنا ناس لا لعيبه كوره ولا بتاع. ايوه انت رحت قعدوا ساعتين يتصوروا معاك ليه؟ عشان انت منتمي للنادي الاهلي مش عشان انت فلان الفلاني. ايوه وانا اللي بيقف يحييني ولا يقول لي كلمه طيبه ولا عشان النادي الاهلي. ايوه هو النادي الاهلي ده اللي بيعمل القيمه وانت صحيح. بقى باحترامك لنفسك بتضيف مش بتضيف بتستغل الهيبه انك تحافظ عليها. يعني انت بتتصرف ساعات تقول لا عشان ما يصحش. في الاخر هيقول لك ده هو ده بتاع النادي الاهلي. ادي النادي كمان في الوصايا السابعه للكابتن حسام البدري بحسب اليوم السابع الضغط في منتصف الملعب كلها امور فنيه مش بالضروره تكون اتقالت كده بتاعت اليوم السابع. بتاعت اليوم السابع الوصايا السابع اللي اي واحد هيقولها وانت بتيجي تقول لي هدف مبكر والضغط في نص الملعب والهجمه السريعه المرتده ومش عارف ده بالعكس يعني تامين الدفاع في مباراه الترجي اللي فاتت كابتن حسام غير طريقه الضغط. يعني قال لك هو انا لما بضغط عليهم من فوق قوي من تلت ملعبهم الاخير بيلزموا دفاعهم ما بيتقدموش عليا فما عنديش فرصه استغل مساحات او تد وثغرات بينهم فانا عايز استدرجهم فبدا بعد الشوط الاولاني يغير طريقه الضغط انه يضغط من نص الملعب ياخر الضغط شويه لنص ملعبه بحيث يطمعوا وييجوا عليه فلما هيجوا هتبان الثغرات وجات جوان من هجمات وجات كده فده تفكير مدرب مش بالضروره اكل شيء ان انا اضغط في نص الملعب لا ربما يكون الضغط فوق وربما يكون الضغط متاخر شويه حسب ظروف اللعب وشكله. كمان الاستفاده من الحضور الجماهيري وهنا يعني استسمحك في اشير الى حاجه انا كاتبها النهارده في الاخبار كلنا اولتراس وبقول انه دي النقطه الايجابيه يا باشمهندس تقريبا جماهير الاولتراس بدات تظهر في الملاعب من 10 سنين خلال العشر سنين دول وانت متابع زي ما انا متابع كميه الرجم الاعلامي اللي تعرض له شباب الاولتراس غير طبيعي وكمية الخروج عن القانون منهم وعن السلوك غير طبيعي وفضلت علاقتهم بالشرطة دايما وأبدا حالة القط والفار فيها تربص باستمرار الشرطة مسؤوليتها إنفاذ القانون وحمايته وفرضه فبالتالي كل جمهور في مدرجات الأهلي في مدرجات الزمالك في مدرجات كل الأندية يخرج عن الإطار العام والقانون الشرطة مضطرة تتعامل معاه حفاظا على امنه وسلامته وسلامه كل الاطراف اللي في الملعب فتبقى دايما وابدا حاله العداء اللي موجوده. مات 74 شهيد من ابناء النادي الاهلي نسال الله ليهم الجنه والمغفره ان شاء الله ويتم تنفيذ الحكم العادل اللي صدر ثم ايضا صدر او حدثت وقائع الدفاع الجوي لجماهير نادي الزمالك. دي جماهير نتيجه احداث نتيجة تدافع نتيجة مشاكل نتيجة حاجات كتيرة جدا أخرت عودة الجماهير للملاعب لكن في المقابل فضلنا نترقب لحظة تتحل فيها هذه العقدة إلى أن جاءت في المباراة الماضية ودي النقطة جاءت في مباراة المنتخب وانعكس ظلالها على المباراة الماضية وقبل كده في أكتر من مباراة إفريقية تستطيع أن ترى نهم الجمهور إلى العودة الطبيعية إلى الملاعب واستعداده أن يستعيد حياته الطبيعية. طيب المباراة الماضية بقى تواكب معاها اللي أنت قلته بقى أن الشرطة أيضا قدرت هذا بالظبط وتحولت من متصدي إلى متعاون بالظبط ف
فالكيمياء هتبتدي. ده إلى محتضن يعني. إلى محتضن. أنا سلوكيات الشرطة وتعامل رجال الأمن الحقيقة على بوابات استاد برج العرب مع الجمهور شيء رائع جدا وشيء في منتهى اللطف والاحترام والتقدير. أوف بيفتش كله بيتفتش. هي ممنوع 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 الناس بتستجيب. لا الشرطة بتتعامل بعجرفة زي فترات سابقة ولا الجمهور أساسا رافض الامتثال للقانون. بالعكس في منتهى زاد من ده إيه بقى؟ إنه المباراة بتاعت النجم الساحلي كانت في اليوم التالي لحادثة الواحات. فشوف سلوك الجمهور وعلاقة دافئة له مع الشرطة. كان إحساس بالألم عند الناس كلها. شوف التضامن الوطني المحترم شفوه. إن الجمهور ينزل العلم الأسود رمز الحداد مع العلم الأحمر شعار الألتراس الأهلاوي بطول المدرج. أهي يا شوارب بطول المدرج يا سيدي يا شوارب النهاردة العلم الشارة السوداء مع الشارة الحمراء في إعلان صريح عن هذا التضامن الوطني والاصطفاف الكامل. هي دي اللقطة اللي لازم يتبني عليها. هي دي العلاقة اللي لازم الكل يهتم بتدعيمها وترسيخها. لأنه الجمهور مش هيرجع وهيستمتع بالمدرج من غير تأمين وجوده وتأمين كل أطراف الملعب. ساعات يا أستاذ إبراهيم المقاسي المقاسي بتكون الحل السحري. صحيح. إن الناس ترتحب. أيوة. يعني ما كان شيء يستطيع أن يصنع هذه اللقطة إلا المحنة. إلا المحنة. وأنا دائما أقول المنحة في المحنة. المجتمعات المتحضرة تستطيع أن تستخلص المنحة من المحنة. واحنا شعب مصري. اليابان صديقتك وبعد هيروشيما شوف عملوا ايه. هو 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 شوف يا رب يديمها نعمه علينا ان تظل هذه الاجواء وهذا التلاحم، لان الحقيقه كل في مجاله بيدفع ثمن كبير قوي لاستقرار هذا البلد. كل صحيح. في مجاله، حتى الشعب الصابر على طبعاً. بالاوضاع الاقتصاديه اللي هي لازم تدفع ومرحليه، هذا شعب صامد وصابر بيدفع ثمن، الشرطه بتدفع ثمن، الجيش بيدفع ثمن، الكوره بتدفع ثمن، الالترس بيدفع ودفع ثمن. اذا كلنا ادركنا ان احنا في الهوا سوا. ايوه ده بلدنا والفاتوره هتتوزع علينا كلنا. صحيح. فنتمنى هذه العلاقه الطيبه جدا الدافئه جدا اللي بدات تتولد وتظهر ملامحها في المباريات نعمل جميعا على تعزيزها، نعمل جميعا على ضروره هذا الاصطفاف الوطني. الكل يقدر جهود الشرطة والجيش في حماية سلامة الإنسان ويسهل لهم مهمته سلامته. لأنه ما هو اللي حصل في الواحات ما هو كان خلاص قاب قوسين أو أدنى من الدخول للجيزة، فبالتالي الخطر داهم على الجميع. الناس بتضحي بحياتها، بتضحي بحياتها بمعنى الكلمة. فإن احنا ده احنا في ملعب كورة، فلازم أن يكون هذا التعاون موجود. تقدير الشرطة ورجال الشرطة لهذا الجمهور المحب والمنتمي لناديه والراغب في دعمه وفوزه يكون الكل متعاون. والامتثال للقانون، كل الشعوب اللي على وجه البسيطة مفيش بيربطها بينها وبين بعضها إلا القانون. مين البسيطة دي؟ الأرض. الأرض هي بسيطة. المنبسطة. بسيطة ولا منبسطة؟ منبسطة. البسيطة من المنبسطة. بس أنت منبسط النهاردة. أنت بتقول كلام لازم يبسط أي حد. بس سيدي ده شهادة اعتز بيها. اتفضل يا بيه. وبعدين انت سماتك واصلة المغرب. هناك فاتك اتشافت في المغرب، يعني شايف نعيم بيقول لك انا كل ما بتفرج شايف انت قد ايه غيور على الاهل وخايف على الاهل. الحمد لله. الحمد لله ان عمرك ما يروحش هباء يعني. ربنا يديك الصحة يا باشمهندس. استغلال انصاف الفرص، انا بعدد الوصايا السبع للقمان الحكيم. استغلال انصاف الفرص، لا ده انصاف الفرص واربع الفرص واجمال الفرص نفسها. والفرص تعال تصدق المشكله في الفرص. تستغل انصافها وتسيب الفرصه. ما هي المشكله في الانفرادات اللي الناس فاكراها فرصه محققه، وهي اصعب ما يواجه المهاجم. الانفراد في العالم كله اصعب، الا اذا كان بزاويه بيعملها مش عارف ايه الكلام ده. لكن الانفراد اللي بيبقى منك للجون كده انت طالع له هو طالع لك بيبقى صعب. الله يرحمه الكابتن عمان بمناسبه انصاف الفرص المحققه والمؤكده. يقول لي يعني ايه محققه؟ ويعني ايه مؤكده؟ امال ضاعت ازاي؟ فرصه ثمينه، فرصه غاليه. او شبه مؤكده. فخد بالك، انما مؤكده يبقى لازم تيجي. يقول لك فلان اهدر هدف. يقول لي ما هو ما بيوصفش هدف الا اذا كان دخل هدف، هو اهدر فرصه.
هذا الفرصه يعني اسو كان دقيق قوي دقه الصياغه قوي ده طبعا ضبط المصطلحات وكلنا نشانا في ظل يعني عدم ضبط مصطلحات كثيره قوي. كابتن عمان كان لما الله يرحمه كان لما يقعد يقرا الجرنان اي جرنان على ما اجي الظهر الاقي الجرنان اتسود وايه وكاما لو كان هو بيراجع صفحه الجرنان اللي هتطبع بقلم ويصلح فخد شوف الجرايد وصلت لفين فبص الاقي كميه اخطاء فظيعه في الصياغه ما يوقفش عندها الا واحد مدقق في كل اللي انت بتقوله كان دقيق الحقيقه عدم الاعتراض على الحكم ودي وضع ده وضع طبيعي لاي فريق عايز يفوز وما اعتقدش حد نسي الفيديو اللي دايما بنعرضه للكابتن صالح سليم عليه رحمه الله وهو بيوصل لعيبه الاهلي وكان بيقول لهم بالحرف احنا خدامين الحكم يعني خلي بالك خلاص اعتراضك يعني عليه النصائح دي كلها الباقي كله فني لكن غلق صفحه الافراح وعدم الاعتراض على الحكم وضبط النفس الثلاث نصائح دول هم دول اللي نقدر بس احنا ندعي ان احنا ممكن نقوله بس الباقي كله مش بتاعنا طبعا انتوا حافظين تاريخ النادي الاهلي اللي تاسس في 24 ابريل 1907 عنده 133 بطوله منهم 20 بطوله قاريه كل ده محفوظ للكافه لكنه كمعلومه عن الوداد الوداد تأسس 1937 يعني أصغر من الأهلي ب 30 سنة ورئيسه الحالي سعيد الناصري والمدير الفني ليه حسين عموت إذا كان الأهلي عنده 133 بطولة عنده الوداد المغربي عنده 19 دوري مغربي عنده 9 كأس العرش الملكي إجماليهم 33 بطولة فيهم بطولة لدوري أبطال أفريقيا واحدة فيهم واحدة لكأس الكؤوس الأفريقية فيهم واحدة لكأس الأندية العربية أبطال الدوري وفي بطولة للأفرو أسيوية وفي بطولة لكأس محمد الخامس هو عنده أربع بطولات أفريقية بصوا إحنا أكبر أربع منهم بطولات أفريقية وإحنا 20 بطولة أفريقية إحنا أكبر من الوداد ب 30 سنة لكن أكتر من الوداد ب 100 بطولة إحنا 133 والوداد 33 بس هما سبقونا في البطولات الافريقيه يعني احنا ال 30 سنه دي ما كانش في حاجه اسمها بطولات افريقيه فاعتبر ان احنا ابتدينا زي بعض لان احنا في البطولات الافريقيه 20 لقب او 21 يا 20 و 21 20 غالبا وهم اربعه منهم افرو اسيوي انت 20 لقب انا 20 وهم واحده ابطال دوري واحده ابطال كؤوس واحده كونفدراليه واحده سوبر واحدة 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 عليا شوية يا رب ما يزيدوا حاجة واحدة واحدة طيب نفكركم بالمشوار ولا عايز تسمع رأي لا خلاص بقى ولا رأي جماهير في الستة ولا السبعة خلينا بقى نركز في الوداد مش عايز اجي اسمع سيرة النجم السحيلي واحنا طيب. حكينا قصة تسمية الوداد على ام كلثوم الجمهور حفظها وجمهور حافظها طبعا لكن ممكن نشوف بعض اهدافهم في عندنا فيديوهات ليها واخد بالك احنا ليه بقى لان برضو هتدي لك يعني فكره عن نجومهم عن خطورتهم عن طريقتهم في احراز الاهداف هي دي اللي عايزين نركز عليها شويه يا استاذ ابراهيم في الربع ساعه اللي فاضله طيب الوداد زي الاهلي ما لعبش الدور التمهيدي بدا البطوله من دور ال 32 الاهلي كلكم حافظين ان هو اقصى بيدفست الجنوب افريقي اللي انتقله بعد كده معارا عمرو جمال لكن الوداد الحقيقه بدا بدايه مهزوزه يعني بدايته ما كانتش تشير الى ان ده الفريق اللي ممكن يلعب فاينل في البدايه لعب مع منانا الجابوني فاز دي اهداف هذه المباراه تعادلوا في نتيجه المباراتين 1-0 و1-0 لعبوا ركلات ترجيح فاز فيها الوداد 5-4 ده كان الوداد مع منانا الجنوب الجابوني 1-0 و1-0 وبالتالي احتكم لركلات الترجيح ده الهدف اللي دخل فيه ذهابا رجع عوض في ملعبه ولعب ركلات ترجيح محدش كان يقول ابدا انه الوداد هيدخل دوري المجموعات لانه دوري المجموعات تم تقديمه لدور ال 16 لا دخل دوري المجموعات
لعب مع النادي الاهلي في مجموعه واحده، ولما لعب مع النادي الاهلي في مجموعه واحده الحقيقه الاهلي والوداد الاثنين مدينين للقطن الكاميروني. القطن الكاميروني خدمه خدمة العمر. العرب ده وده يعني استغلوا حاله القطن، لانه هنلاقي نتائج الوداد منطقيه جدا. الوداد فاز في ملعبه على الاهلي 2-0 وخسر في بالاهلي هنا في مصر 2-0، منطقيه تماما. مع كانت عنده بقى الميزه انه لما بدا مع القطن الكاميروني، فكانت كل الناس عندها سمعه القطن من 2008. لا، الوداد ضرب القطن في اول مباراه 2-0 في الدار البيضاء، فركب المجموعه بدري قوي. لعب مع زاناكو الزامبي في زامبيا، زاناكو كسب 1-0، وفي العوده الوداد كسب 1-0، يعني برضه منطقيه. خسر بره ملعبه 1 وفاز في ملعبه 1، وخسر من الاهلي في القاهره 2-0 وفاز على الاهلي في الدار البيضاء 2-0، منطقيه تماما نتائجه مع الاهلي ومع زاناكو. الحاجه الوحيده اللي نفعته انه كسب القطن الكاميروني 2-0، وكسب كمان القطن في جروه 2-0. فدي دي السكه اللي اهلت الوداد للتاهل بهذا الفوز. القطن خسر من الكل، اصبح للوداد 12 نقطه في المركز الاول بسبع اهداف وعليه 3 اهداف. في دور الثمانيه لعب الوداد مع سان داونز، فاز سان داونز 1-0 وفاز الوداد 1-0، فلعب ضربات ترجيع. الكلام ده يدينا مؤشر حقيقي يا باشمهندس. انا بصدد فريق في اول البطوله مع فريق من الجابون يخسر في ملعبه، يخسر بره 1-0 ويكسب في ملعبه 1-0. فريق ما عندوش نجاعه هجوميه كثيفه، بس كمان عنده متانه دفاعيه ما بيخسرش. أيوة. اكتر من كده، وكسب عنده في الماتشات الحرجه بضربات الترجيح. لما لعب الاهلي استفاد من الارض وخسر بره الارض 2-0 و0-2، وعمل كده مع زناكو، وعمل كده مع زناكو، وعمل كده مع سان داونز. بره خسر 1-0، جوه كسب 1-0، كسب بضربات الترجيح، ومرتين يكسب بضربات الترجيح في دور ال 32 ثم في دور الثمانيه، وصعد للدور قبل النهائي عشان يلعب اتحاد العاصمه. برضه عمل نفس الحكايه مع اتحاد العاصمه، قفل كويس قوي حسين عموته بره. في الجزائر قدر يخرج 0-0، بس كمان لعب مباراه دفاعيه محكمه. وزي ما قال نعيم من شويه انه حسين عموته من المدربين اللي عندهم شخصيه دفاعيه شويه، عنده أساليب وطرق لعب دفاعية بيقدر يسيطر بيها على النتيجة اللي هو محتاجها من المباراة. لما راح الجزائر تحت كل هذا الضغط الجزائري العنيف والهجوم الشرس بتاع اتحاد العاصمة، قدر الراجل يخرج بالمباراة إلى بر السلامة ويرجع للدار البيضاء ويلعب من جديد على فرص التأهل للنهائي. فضل كسبان 2-1، كان مهدد في آخر الوقت أنه يتخطف جون و2-2 تؤهل اتحاد العاصمة، لغايه لما قتل المباراه بالهدف الثالث وجي للاهلي بالثلاثة واحد. لا، فريق انا مش ماليش دعوه عمل ايه مع كل الناس. انا ليا دعوه لما لعبته مرتين منذ عده اشهر قليله. عمل معايا انا ايه؟ ايوه، فريق عنيد. فريق يستطيع ان هو ياخد النتيجه اللي هو عايز يخرج باقل خسائر. اديك سمعت خرج ب2-0، دي مش اقل خسائر، لكن ما يقسي وقدر يكسب 2-0، خاصة ان ما فيهاش اقصاء، هو كان يكفيه يكسب 1-0 هناك. انت فاهمني؟ ايوه، ويتعادل، لكن ده فريق زي ما انت بتقول يستطيع ان يفوز على ارضه ويخرج باقل خسائر بره الارض. بره الارض. ومشكلتنا معاه المرة دي هتكون ان احنا رايحين له. ايوه، فانت هنا استراتيجية ان انت ورايحين له ايه؟ في نتيجة هيتحسب فيها فرق الأهداف وجون بره بهدفين والكاس في المدرج بتلمع. والكاس في المدرج بتلمع والجمهور في الملعب. احنا هتتكرر كم مرة انك انت تاخدها من وسط الجماهير دي؟ صحيح. فأرجو ان احنا ننجح، نأمن نفسنا هنا قدر الإمكان. يا رب التوفيق بقى. إذا كان الأهلي ده 2011، الاهلي والوداد. دومينيك ده ماتش 3-3.
أيوة. هذا لاعب كان يستطيع أن يكون لاعب رائع شخصيته عطلته راجل عصبي جدا ومودي جدا شوف حسام غالي شوف السرعة شوف المهارة عنده كل حاجة حسام غالي فرقته النصر خسرت النهاردة من الهلال السعودي مباراة كانت قوية خسر النصر خسر 2-1 الأهلي والوداد بينهم 30 سنة و100 بطولة 30 سنة الفرق ثم الأهلي 133 بطولة والوداد 30 بطولة فالفرق بينهم 100 بطولة و30 سنة طب عدد المباريات اللي كل نادي منهم لعبها في أفريقيا بقى هتشوفوا الفروقات الأهلي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ثم دوري الأبطال يعني بالمسمى القديم والجديد لعب في هذه البطولة 246 مباراة لعله الأكثر مشاركة في تاريخ القارة في هذه البطولة 246 مباراة فاز في 120 أو حقق الفوز 120 مرة منها 25 خارج ملعبه و53 خسارة و73 تعادل يعني 120 فوز ثم 53 هزيمة و73 تعادل من إجمالي 246 مباراة لعبها الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بالمسمى الجديد والقديم الأهلي وصل للدور النهائي 11 مرة وفاز بالبطولة من ال 11 8 مرات يعني بنسبة كبيرة جدا الأهلي 11 مرة لعب فاينل 8 مرات رفع الكاس اللي جاي ال 11 يعني هو فاز ب 8 من ال 10 من 10 فاز ب 8 من 10 خسرنا بطولتين اثنين بس ايوه خسر مرتين في 83 و2007 العرجوني المباراة العرجونية الشهيرة الوداد اذا كان الاهلي لعب 246 مباراه الوداد لعب 77 مباراه الفرق كبير يعني تقريبا الاهلي بثلاث اضعاف الرجاء الوداد ملهاش دعوه انا عارف ملهاش دعوه لكن هي لما تبقى هناك تبقى ليها دعوه وهنا ملهاش دعوه ملهاش دعوه انا اللي ماليش دعوه لعب الوداد 77 مباراه في دوري ابطال افريقيا في النظامين ده تاريخ خلينا في الحاضر حقق الفوز في 35 مرة منهم 5 مرات خارج ملعبه بيكسب بره قليل شوية و25 هزيمة و17 تعادل سجل الوداد في ال 77 مباراة 103 أهداف ودخل مرماه 71 هدف من البتاع ده الحاجات الصماء على الفيديوهات طيب الوداد وصل للدور النهائي حسن شوارب عمال يقول لي الوقت 3 مرات فاز بالبطولة مرة واحدة في 92 وخسر في 2011 وإن شاء الله تعالى تكون الخسارة الثانية له أمام الأهلي الأهلي مع الأندية المغربية تاريخ طويل من المشاركة اللي فيها تكافؤ كبير يمكن أكتر المشاركات فيها ندية وتكافؤ ونتائج شبه يعني متقاربة من بعضها ماتشاته مع الوداد 6 ماتشات فيها فيديوهات خدناه دول خدناه ماشي يا بيه انت داخل دلوقتي على بقيه الانديه اللي انا هدخل اقول لك الناس طيب المهندس عدلي ما كانش حابب يسمع راي الجمهور لا مش هسمع بعد السداسيه لكن ممكن نسمع راي بعض النجوم القدامى بالذات اللي خاضوا مثل هذه المواجهات مش عايزين ازاي بيتكلموا عن النجم الساحلي ما تعرضهاش لا بيتكلموا على الوداد بس اتكلموا على الوداد اهلا وسهلا خالد بيبو واحد من النجوم البارعين اللي كان ليهم حضور مشرف مع الاهلي في بطولات افريقيا نشوف خالد بيبو يتحدث في دي ام سي عن الاهلي والوداد في البطوله لسه لا احساس جماعي كل اللي اشتغل في المكان ده عارف ان هي الاحتفال بالبطوله مش بالمباراه انت مباراه صعدت للنهايه مباراه مكسب كويس جدا مكسب جيد على خصم محترم قدرت ان انت تبقى متسيد المباراه طول الوقت انما في الاخر هو ما وصلش للهدف اللي انت عايزه بعد المباراه هتلاقي بكره الدنيا يعرف ياخد استشفاء بشكل كويس يقدر يجهز المباراه
اللي جايه ده شيء مهم جدا. انت عندك في ناس هتخرج بره الفرقه وفي ناس هتخش، يعني ده 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 الواضح. احمد فتحي هيرجع لك تاني، ده واحد من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي وبتقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا. ما تهديش ان حسام عاشور ممكن يلحق، لان قدامه ثلاث اسابيع بتتكلم على كمان عبد الله يكون خلاص تمام فت جدا يعني. عبد الله تمام يكون دخل، وان شاء الله عبد الله سعيد، وان شاء الله صالح جمعه كمان يبقى الموضوع مش مطول معاه. تمام، ده شيء جيد جدا. برضو عوده لعيبه خبرات في المباراه النهائيه بيبقى ليهم دور كبير جدا، وزي ما احنا كنا بنقول الاهلي بمن حضر، بس برضو اللعيبه النجوم نجوم بيبقى مؤثرين طبعا في المباراه الكبيره. مباراة محتاج ان انت تفكر في المباراة مش 90 دقيقة خالص. ده رأي الكابتن خالد بيبو، وازاي توقعاته للعيبة اللي جاهزة ومين ممكن يبقى مؤثر. بحب قوي تحاليل خالد وكلامه في الكورة بيبو، الحقيقة خالد بيبو بحبه. طب واللي جاي بتحبه ولا لا؟ مين؟ كلهم طبعا حبايبي دول. شوف الكابتن زكريا ناصر، ناس راقية وواعية. نشوف زيكو عن هذه المباراة. ما فيهاش ان مباراة الذهاب في مصر وبحسبة المباراتين بتعمل حسابك في نتيجة تخليك ترجع تروح المغرب تاخد الكاس وترجع. يبقى اذا هنا انت بتتكلم في نتيجة مريحة مطمئنة، مش هتستنى لنتيجة تبقى فيها ضغط. ليه؟ لان الوداد انا شفت له اكتر من مباراة، اتمنى ما يلعبش زي ما 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 هيلعب قصاد الاهلي، لان هو مع اتحاد العاصمه تعادل وكسب على ارضه 3-1. ستيلو سان داونز كمان في المغرب لعب فرقه حلوه، كره جماعيه، في تحرر هجومي، في لعيبه، بعض اللعيبه عندها قدرات مهاريه، في سرعه ارتداد، في ضغط، يعني عندهم فريق عنده شكل، عنده شخصيه في الاداء بصرف النظر عن ان النتائج. لكن انا شفت له أكتر من مباراة، لا تيم هيتعمل حسابه، مؤكد حسام البدري هيذاكر كويس الفريق ده ويشوف له كل الماتشات ويبدأ يحدد نقاط القوة والضعف. الماتش الجاي سواء بقى هيبقى جمعة سبت حد، أعتقد إن مفيش أعذار إنه يبقى إمتى، لأن التحدي واضح والمسؤولية على اللعيبة والجهاز الفني واضحة جدا في إن الكاس أفريقيا يرجع دولاب النادي. يعني طبعا كل دي اجتهادات زي ما قلنا، احنا ايدنا في الميه ودي رؤى، لكن برضو لازم نشوف واحد بقى مش اهلاوي، راجل برضو جمهور مقرب. لا طارق مصطفى الاول، اصل اهميه طارق مصطفى انه مرن في المغرب. عايز اعرف معلش. طيب نشوف الكابتن طارق مصطفى يتحدث عن رؤيته للوداد. هل الرجاء يعني هيبقى الوداد، انا اسف، هيبقى نفس مباراه النادي الساحلي؟ لا، صعب جدا. اولا اي 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 فرقه بتوصل النهائي الموضوع بيبقى مختلف، ليه حسابات تانية وليه ظروف تانية ومباراتين من شوطين. انا اعتقد كمان الكره المغربيه مختلفه عن الكره التونسيه شويه. الكره المغربيه يعني في تقدم مستمر بالنسبه للمنتخب او نسبه حتى للانديه اللي مرتبه اكتر يعني طبعا ومنظمه، وده شيء مهم جدا. خلي بالك المغرب تحديدا او الدوري المغربي بيعتمد على السرعات، بيعتمد على الاجناب عكس الكره التونسيه. الكره التونسيه بتعتمد زي لعبنا كده، بتعتمد على الكره القصيره، على الـ على الـ 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 الاختراق من العمق، وده باين في منتخبهم وهم بيلعبونا، وباين على مستوى الانديه حتى مع النجم الساحلي وهو بيلعب النادي الاهلي. وايه النهارده نقاط الضعف اللي ممكن يلعب بيها البدري في اللقاء القادم؟ والله هو يعني تحديدا مشكله الوداد هي في قلبي خط الدفاع، خاصه كمان ان عندهم مساك خد انذارين اللي هو امين العطوشي، ده لعيب طويل ولعيب بيلعب دماغه كويس، ده مش هيبقى موجود. فهتقابل مشكله عموتي المدرب بتاعهم، مدرب ذكي جدا ومدرب كويس على فكره، ويمكن من السنه اللي فاتت موجود معاهم، واول مدرب مغربي يوصل للدور ده للنهائي. فمن وجهه نظر الشخصيه الاثنين المساكين هيبقى في مشكله، اذا كنت بتتكلم على المساك اللي هيلعب
وعلى ونمره 13 اللي هو بالرابح اللي هو اللعيب كابتن الفرقه. في بطء هنا في الحته في خط الدفاع اللي هم الاثنين اللي في القلب دول في بطء. عندهم باك رايت سريع جدا نصير، لعيب سريع ولعيب مفتاح لعب بالنسبه لهم كويس جدا، نص ملعبهم كويس. عندهم السعيد لعيب رقم 4 والنقاش ديفندرين يعني كويسين. فانا اشوف ان هم فرقه الوداد عندها لعيبه كويسه ولعيبه مميزه. وكمان سالنا بعض الجماهير توقعاتكم ايه، لمين هيكون نجم المباراه ومين ممكن يسجل في مرمى الوداد. نشوف هذا التقرير الاخير. وليد ازارو، لان وليد ازارو رجعت له الثقه، يعني مش ممكن. ان شاء الله تعالى هو هيكون نجم المباراه وهو هيكون الهداف الاول للدوره دي، وان شاء الله هيسجل 3 اهداف. لو عبد الله السعيد جاهز طبعا، معلول رقم 1، وليد ازارو لو خد الثقه بتاعه الماتش اللي فات وقدر ان هو يدوس على نفسه هيقدر يفيدنا كتير جدا. ولو احمد فتحي لو رجع طبعا، وحسام عاشور. كابتن عماد متعب يا ريت بقى يلعب كتير، عشان كده خلاص يعني على راي مثلا بيقول لك قعده هيخليه ايه يريح زي ما هم بيقولوا، لكن ان شاء الله باذن الله يا ريت يبتدي الماتش بيه ويسيبه يطلع اللي عنده كله. اتوقع اللعيبه في الاهلي كلها هتبقى متالقه، ده ماتش العمر بالنسبه لهم ودي بطوله العمر بالنسبه لهم، فكلهم هيبقوا متالقين، ما حدش هيبخل اي مجهود. ان شاء الله علي معلول ووليد ازارو ان شاء الله الحظ فتح معاه. ان شاء الله احمد فتحي يرجع. وعمرو جمال ومتعب ان شاء الله. ان شاء الله وليد ازار يعملها تاني، ووليد وممكن مؤمن زكريا. كلهم عندهم انتماء لروح الفانله الحمراء، وعندهم انتماء للبلد، لان هم ما بيلعبوش باسم النادي الاهلي فقط، ولكن بيلعبوا باسم الكره المصريه، وربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله. علي معلول ووليد ازار وان شاء الله يعني لو فتحي نزل هيبقى كويس. احنا مستنيين وليد ازار ويبدا تاني كمان وكمان، ووليد سليمان كما عودنا يعني ان هو نجم، ونفسنا صالح جمعه يلعب في الماتش، وعبد الله السعيد برضه يبقى ليه دور كويس ان شاء الله. يعني بالتأكيد حالة من الثقة في لعيبة معينة تألقوا، وفي اتنين من أصحاب الخبرة الناس القديمة الحلوة، الفريق كله كلموا على الفريق وعلى سمات الأهلي، التألق هيكون من نصيب كل النجوم. لكن أنا بقول فاضل خطوة واحدة لاستعادة طريق العظمة وتعويض فارق النقاط مع قمة الأندية الأكثر تتويجاً. الأكثر تتويجاً على مستوى العالم. هذه بطولة هامة جداً جداً جداً، نتمنى أن نعود الفريق بالكأس من المغرب عشان طريق العزمة يستأنف. دمتم للأهلي دائماً، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. صباح الخير.